حياكم الله. اليوم رجعنا من جديد بعد اللايف أمس. أمس ما قدرنا نكمل، المفروض كنا بنسوي لوحة فنية بالريزن، ولكن الوقت ما أسعفنا. اللي سوينا أمس أخذ وقت أكثر. اليوم إن شاء الله بنشتغل على اللوحة هذه، لوحة كانفاس مثل ما أنتم شايفين. بنشتغل عليها بالريزن وبنستخدم معها الكريستال بألوان مختلفة، وبنشوف شلون النتيجة تطلع. فأنا الحين بحاول أرفع اللوحة، بركب لها القواعد هذول. أنا أستخدم حق اللوحة هذه، بستخدم هذا تعرفونه مال التعليق الجدار، هذا انا استخدمهم على اساس ارفع بيهم اللوحة عن سطح العمل. مو شرط يعني، ممكن تحطون اللوحة على أي علبة، قوطي، أي شيء أنت تحسونه أنه مناسب يتناسب مع الحجم. بس أنا أفضل أستخدم هذه، أو أستخدم اللي هي دبابيس التثبيت من لوحة الإعلانات، ولكن عندي نوعية شوي أكبر، يعني حجمها مو الحجم الطبيعي، فهي بعد تكون عملية. بس أستخدمها حق اللوحات اللي أصغر حجم يعني. بعدين هذه علشان اللوحة حجمها 3D، فشوي فيها ارتفاع أكثر، تقريبا 3 أضعاف اللوحات العادية، فأفضلها تكون مرتفعة أكثر، خاصة إن الريزن بينزل عندي وبحتاج إن أنا أنظف، فهذه تراولي بتكون مناسبة أكثر، يعني بتكون عملية أكثر في شغلنا اليوم. طبعا بقعد اوازن لين ما احصل على اللوحة ان يكون ما فيها اي اهتزاز، ابيها تكون ثابتة. تمام. وبستخدم الميزان بس على اساس اتاكد اذا كانت مستوية او انها فيها عندي ميلان. تمام، اللوحة الشري صارت عندي ريدي، واقدر ان انا ابلش اشتغل عليها. خل اراويكم نتيجة الشغل امس اللي اشتغلناه، اللي كان موجودين معنا في اللايف امس. هذا صحن او ستاند زجاج شفاف ما كان فيه اي شيء، اشتغلنا عليه، حولناه الى صينية، سوينا له المسكة هذه، استخدمنا الكريستال الاسود الشفاف الحجم الكبير على الاطراف. ثواني بس بشغل الاضاءة، نسيت اشغلها عشان يكون اوضح. فمن الأطراف حطينا الكريستال أو قطع الزجاج الحجم الكبير اللي هو الأسود الشفاف مثل ما انت شايفين. وبعدين من داخل طعمناه نفس الشيء، الكريستال نفس اللون أسود شفاف ولكن الناعم مثل البودرة، واستخدمنا أيضا مع الورد مثل ما انت شايفين، سوينا بهذا الشكل.
واستخدمنا مع الريزن الوان بيجمنت، فبطبيعه الحال طلعت الالوان شفافه، معطي تاثير شفاف. يعني ما كنت ابي اغطي الزجاج، يعني كنت ابي يظل مبين انه هو زجاج في النهايه. فحولنا من ستاند عادي ما كان فيه اي شغله الى حولناه صينيه مثل ما انت شايفين. والقطعه على الطبيعه يمكن مو مبين عندكم في التصوير، ولكن على الطبيعه القطعه طالعه وايد حلوه. يعني الزجاج هذا اللي حطيناه عطى نتيجة وايد إيجابية كانت. مثل ما قلنا إنه ممكن تصور لنا شكل الكريستال اللي استخدمته، هو نفس الكريستال اللي بستخدمه اليوم، ولكن الحجم الصغير هذا اللي هو الأسود الشفاف. هذا هو حجمه وهذا لونه. وهذا هو العسلي، نفس الشيء يجي ناعم يعني كسر صغيرة. بس أغير التليفون لأن كالمعتاد أنا أطلع لايف مكانين، فبالتالي أساس يكون واضح في المكانين. تمام، هذا حجمه وهذا لونه. وهذا الأزرق نفس الحجم بعد. وهذا الأبيض، طبعا هو أبيض شفاف، يعني حتى تشوفون هنا مع الإضاءة يمكن مو مبين كثير عندكم. والحجم الكبير، الحجم الكبير هذا انا اللي اشتغلت عليه امس اللي هو الاسود كان هذا الحجم. تشوفون هي قطع كبيره، يعني هي ما بين الاسود ما بين الشفاف صايره مثل العسل كذي. بس اليوم ما راح استخدم هذا، راح استخدم فقط اللي هو الناعم تحديدا. يعني تمام، مثل ما قلت ان انا راح استخدم اليوم الوان، بستخدم الوان عاديه، وبستخدم عندي اللي هو قطع الكريستال الناعمه. لوحه الكانفاس انا اعطيتها طبقه من الريزن شفافه قبل كم من يوم، على اساس اول شيء تكون حاجز، ولو انها اصلا معالجه بماده الجيسو فبالتالي ما راح تتشرب عندي. ولكن انا حبيت شوي تعطيها سمك مثل الزجاج، طبقه خفيفه من الزجاج، على اساس طبعا هذا الكانفاس هو عباره عن نسيج قطني. فبالتالي ممكن مع الوزن، مع وزن الريزن ومع وزن الكريستال اللي بنستخدمه، ممكن انه ينزل لي يعني يهبط السطح هذا. اللوحه اللي تشوفون هي خفيفه، يعني قماش خفيف، فممكن انه ينزل مع الوزن وما بيحصل على هذا التاثير. فاشتغلت عليها بالريزن علشان انها شوي تصير صلبه معي اكثر، وان شاء الله اتمنى ان هذا يكون كافي. يعني الحين اول شيء انا بسويه ببلش ان انا اخلط الريزن. تمام، يمكن صرتوا عارفين الحين ان انا استخدم نوعية ريزن اللي الحين استخدمها اللي هو الريزن الكريستالي النسبة 2:1. بس قبل لا اخلط الريزن في شغلة انا بسويها، ان انا ببلش اصف الكريستال على اللوحة علشان لما الريزن ما يجف عندي، لان ممكن ياخذ وقت. فببلش ان انا اشتغل بالكريستال اول شيء على اللوحه مباشره. هذا الكريستال العسلي هو لونه حلو لدرجة اللون اللي فيه خفيفة، ولكن فيه لمعة أيضا كثير، يعني هو قريب على اللون الذهبي تحسونه شوي. استخدم القفشة، انا احس انها تسهل علي وايد، بس ما شرط. يعني انتم ممكن تنزلونه بايدكم، تنزلونه بالكوب، يعني كل واحد على حسب طريقته في النهاية في الشغل.
طبعا حجم اللوحة مثل ما انت شايفين يعني ما من كبرى، فبالتالي ما راح انزل كمية كبيرة. يعني ابي الخطوط هذه اللي بنزلها بالكريستال انها تكون يعني حجمها معقول ويكون متناسب مع اللوحة، ايضا ما يكون يغطي لي على اللوحة. فهذا أول لون خلاص خلصت منه. والحين بستخدم اللي هو كسر الزجاج الأسود. والحين بشتغل باللون الأزرق. طبعا اللون الأزرق حلو فيه إنه ما لون واحد، يعني تحصله مشكل، شيء أزرق غامق، شيء فاتح، وشيء حتى كحلي مثل ما انت شايفين حبات، فتأثيره وايد حلو. يعني اشتغلت بيه قبل كذا شغلة وكان التأثير حلو حيل عطاني. يعني مثل ما تعودنا دوم في اللايف، طبعا انا ما اقدر اشوف التعليقات الا في اوقات لو رافع، لان انا كنت منزل التليفون وقاعد اشتغل، فما اكون قادر ان انا اشوف انت شو تكتبون بالضبط. ولكن عندنا اوقات يعني مثل لما اجي اخلط الريزن مثلا، يكون عندنا شوي 3 دقائق اقدر ان انا اشوف شو تكتبون. وعقب ما نخلص طبعا كالمعتاد بشوف كل تعليقاتكم، حد عنده اي استفسار، حد يبي يعرف شغلة، عند أي تعليق، عند أي فكرة. وأيضا تقدرون حتى أنكم تتواصلون معي مباشرة على الخاص، يعني أكيد أكون سعيد لما أحد يكون عنده أي فكرة أو حاب يعرف أي شغلة. حياكم الله في أي وقت، أنا متاح. تمام، وهذا الأزرق أنا خلصت منه. الحين ببلش أشتغل باللون الشفاف، الأبيض الشفاف.
اوكي ايوب، اهلين اخي ايوب، كيف الحال؟ ان شاء الله تكون طيب، حياك الله اخي الكريم، منور. اذا حق التقويه لا ما راح تفرق النتيجه، يعني ممكن نستخدمه من الامام، ممكن نستخدمه من الخلف، ممكن نسوي من الامام والخلف، يعني تراولي ما راح تفرق النتيجه حيل. ولكن انا يعني حبيت مثل ما يقول يعني اضرب عصفورين بحجر، ان من هنا على اساس اللون، يعني ان انا ضامن طبعا هو معالج ماده الجيبس، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين، الالوان الاكريليك اللي احنا نشتغل بيها طبيعتها بعد مختلفه، كثافتها، الوزن، وزن الالوان نفسها في الاكريليك بورينج اللي بنستخدمها مختلفه عن كثافه الريزن. الريزن حاله وزن، يعني الريزن لما نشتغل بيه ستاند او شغله يعطي وزن، وزن يعني تحس انك شايل شغله ثقيله. فانا حبيت انه هو يكون كنوع من الحمايه احتياطا مو اكثر، وفي نفس الوقت ايضا حبيت انه يعني يعطي له الشده هذه. فهو اعطاني طبقه اشبه لطبقه الزجاج، يعني طبقه خفيفه شذي اقرب الى طبق السجاج، يعني اقرب للي هي شاشه الحمايه مال التليفونات اللي نركبها، يعني هي كانت هذه النتيجه يعني اللي انا حصلت عليها. انا احب استخدم حيل القفشه، احس انها عمليه كثير، يعني كاداه انها عمليه تساعد يدي في الشغل. يعني الحين بجيب بروش فاضي، بحاول بس ان انا على اساس يعني قدر المستطاع ان انا ارجع هذه، اخليها تكون شوي خط مستقيم نوعا ما. لان طبعا التحرك نوع شوي مع يدي، يعني خاصة بسبب القفاز فقاعد يتحرك شوي. اوكي تراوال شذي، يعني خلاص اقدر ان ابلش اشتغل بالريزن مباشرة. ممكن بعد من هني ارجع احط لون، يعني ممكن مثلا احط الابيض او حتى الازرق، ممكن برجع احط طبقة من الازرق. والحين خلاص عفوا ببلش ان انا اخلط الريزن. طبعا اول شيء بحتاج الريزن الشفاف ان انا اساس ان اثبت بيه الكريستال اللي انا رصيته هذا، وبعدين بنرجع نخلط مع الالوان. طراوالي بخلط مرة واحدة، باخذ 300 جرام طبعا الريزن اللي عندي مثل ما قلنا النسبة فيه 2 إلى 1، فبالتالي باخذ 200 جرام من الريزن
ومئة جرام من الهاردنر. شوفوا يعني حركة بسيطة بس ما مشكلة، بنرجع نصلحه. تمام، باخذ 200 جرام من مادة الريزن، على اساس يكون واضح لكلا الجهتين. خلوني بس احرك الميزان من مكانه. تمام، هذا انا اخذت 200 جرام من الريزن، بضيف عليهم 100 جرام من الهاردنر. اوكي، صار عندي الحين 300 جرام. مثل ما كل مرة تعودنا انه 3 دقائق مدة الخلط. تمام، خلونا الحين نرفع التليفون ونشوف قدر المستطاع. ما شاء الله حلو شغلك، تحية لك من مغربية سلطنة عمان. حيا شاء الله اختي. عندي اخت ربيع، يعني اخت عزيزة على قلبي ايضا من المملكة المغربية. اكيد تحية لكل الاخوة من المغرب، خاصة ان انا كثير اللي يتابعوني من المغرب. يعني شيء ملفت، المغرب، السعودية، العراق، المانيا تحديدا. ما فاهم ليش المانيا، اشمعنى المانيا يعني، بس ما ادري، احس ان الاحصائية تكون العدد ألمانيا بعد كبير يعني. تمام، العمل اليوم بنوصف بس مجرد النظر إليه. العمل اليوم بنوصف بس مجرد النظر إليه يلفتك. إن شاء الله أتمنى النتيجة تطلع حلوة يعني في النهاية. ما جاني اشتغلت اي لوحات على الريزن، وارد واقول يعني انا بغض النظر عن كل ال يعني عن كل البروباغندا اللي قاعده تصير والتعليم والدورات وهذا الشيء، انا ما صار لي شهر في الريزن، تقريبا شهر يمكن من بلشت. هو اللي فارق في الموضوع ان انا يعني من ما يقارب 33 سنه الحين في الرسم، فبالتالي وخاصه انا بلشت بالالوان الزيتيه. فالألوان الزيتية يعني أصعب أنواع الألوان في التعامل، يعني التعامل معها. فيتراوال اللي يبلش يشتغل في الألوان هذا يفرق معه كثير يعني. فمثل ما قلت أنا أول مرة أشتغل لوحة، بس حبيت إن أنا أجرب أشتغل على الكانفاس. طبعا عادة يشتغلون على خشب، ولكن الناس أوكي يعني قلت خلونا نجرب نشوف شو اللي بنحصل عليه يعني. لا انا احب هذا الحجم ال 3D، يكون فيه عمق. يعني اي لوحة انا اشتغلت على 3D احس انها اجمل من اللوحات الثانية. البث متقطع. تمام، خلوني بحرك معناته الواي فاي.
تمام، هذا حركت الواي فاي، اتمنى انه يكون الحين احسن. ايام كوشي، هلو هلو. اوكي، طبعا هو غلط يا جماعه ان انا اهد الريزر واروح اسوي اي شيء، يعني المفروض لان احنا نحاول نقلبه بقدر المستطاع، ولكن بعدين يعني احيانا تكون في اشياء اضطراريه. يعني لا، بيبلش الكريستال يطيح، ان الطاوله قاعده تهتز، فما عليه، خلونا نمشي شوي شوي ان شاء الله. بس البث يكون عندكم الحين زين، لو اني طبعا يعني غاسل يدي من موضوع النتورك انه يشتغل اصلا، الشبكه تكون بحاله جيده، يعني هذا شيء مو طبيعي بصراحه. خلاص المفروض الريزن الحين، ولكن شوي بس على اساس اعوض، لان صار فصلت عندي يمكن عدة ثواني شريفة، بس حركة سريعة. تمام، الريزن صار عندي جاهز. اليوم بستخدم الاكواب هذه الورقية، ما راح استخدم، خلوني انزل لكم على التليفون. استخدم الأكواب اللي هي الكرتون هذه اليوم، ما بستخدم البلاستيك. خلوني حتى بقرب الستاند أكثر على الطاولة، يكون تقدرون تشوفون. ترى هذا بيكون أفضل يعني لكم الرؤية من فوق، بتكون تمام. شو أنا سويت؟ أوكي، فبس بحاول أن أعدل شوي إذا تحرك عندي. توني قبل شوي لما حركت القاعدة من الأسفل شوي اهتز عندي الكريستال من مكانه، يعني تحرك، فبحاول بس أن أنا أرجعه. ونفس الشيء حركة الاهتزاز اللي أنا سويتها لما كنت أقلب الريزن. يعني صار زلزال على اللوحة. تحرك الألوان، يعني هو بيتحرك شوي من مكانه، ولكن بقدر المستطاع نحاول يعني ها يعني عشان نحصل على الشكل اللي احنا نبيه واللي حاطينه في بالنا، يعني في النهاية او في النتيجة النهائية. يعني انا لما يعني فكرت اشتغل على اللوحة هذه، ما كنت بسوي هذا الشكل، كنت بسوي شيء اخر تماما، ولكن بس في اخر لحظة الحين وانا قاعد اجهز حق البث، فكرت ان انا ممكن اشتغل عليها بالطريقة دي. يعني احب تأثير الكريستال كثير في اي عمل بالريزن، يعني احس انه يعطي رونق كذي، تحسونه يعني تحس القطعة راهية يعني فخمة. طبعا لمعة والشفافية هذه اللي فيه بعد يعني لعبة دور في الموضوع. تمام خلاص، بس ما بعد شيء، الحين بنبلش ان احنا نصب على الريزن. طبعا
طبعا في هذا الجزء ما راح يأثر وايد إذا في الفقاعات عندي، لأن في كل الأحوال بيكون فوق وأقدر أنا أطبق عليه النار بسهولة يعني، خاصة إن ما عندي قالب سيليكون بعد أخاف عليه يعني. الكانفاس مع الطاي طبقة حماية من الريزن، فهذا بعد بيساعد أكثر. طبعا ما بي اكثر، ما بي فيض وايد، لان انا راح اشتغل بعدين ريزن مع الوان. بس انا لما اصب يعني تشوفون لما اصب في المركز هو يتوزع وينزل لين اخر كمية الكريستال اللي معي يعني، فهذه الناحية لا تحط، انه راح ينزل يمين ويسار ويتوزع من نفسه يعني. فأنا ما حطيت كمية كثير، أحطي وبعدين أخلص شوي أرجع أشوف إذا حسيت، لأن الثواني هذه لأن أنا ما أخلص بيكون نزل وسال عندي وصل للآخر، فإذا حسيت بعد يبيله بزيده مو مشكلة، ولكن على أساس بعد ما بيتصير فيضان عندي، لأن مثل ما قلنا راح أستخدم ريزن مع ألوان يعني، ما بيستخدم ريزن شفاف على اللوحة على أساس ما يرجع يخفف لي اللون. هو ترى بينزل في كل الأحوال، ولكن يعني قدر المستطاع نسوي اللي علينا يعني. يعني هني طوالي الكمية كانت بيرفكت يعني، ولكن هني في مناطق معينة ما نزل على اللوحة، فمعناته انه يبيله شوي كمية ريزن اضافية، بس انا عشان اضمن انه الكريستال كله جاء على الريزن. طبعا الريزن راح يلمع لي اصلا الكريستال اكثر، خاصة الكريستال ما تكون يعني في لمعة، ولكن بودرة الزجاج نفسها اللي تكون في العلبة يعني تحصلون نسيج الاحتكاك وخلافه ما بين القطع، وهذه قطع كلها حادة ومسننة وكذا، فتحصلون بودرة يعني، مثل الغبار أو مثل الطحين يعني. حتى أنا مرات جربت إن أنا أغسله وأجففه، ولكن سالفة يعني على أساس إن أنا أغسله وأجففه وأقعد أنتظر، فيعني ما عندي رفاهية الوقت إن أنا أقعد بعدني أغسل الكريستال، فالريزن هو قايم بهذا الدور. تمام. انا الحين المفروض ان انا عاد ابلش اخلط الالوان مباشرة. تمام، علشان تشوفوا انا ايش قاعد اسوي، خلوني بحرك الستاند باتجاه هذا. انا ممكن راح احتاج مثلا لون لونين ثلاث اربع خمس ست، او بنشوف. انا ببلش اول شيء مثلا طبعا على حسب بعد كمية الريزن اذا بيكفي معي او ما بيكفي، برجع اخلط بعدين اذا احتجت زيادة. غالبا ما راح يكفي، ولكن يعني ما عليه، هذا احنا بنشتغل وبنشوف بعدين وين الموضوع بيوصل يعني. طيب انا كنت بستخدم اللي هي الالوان العادية، الالوان السائلة، لان مثل ما قلت لكم كنت افكر اني اسوي شيء ثاني، ولكن نظرا الى اني انا استخدمت كريستال في اللوحة وبيكون في لمعة، فانا افضل ان انا استخدم الالوان المثلك افضل على اساس اللمعة اللي فيها تخدمني اكثر يعني. فراح استخدم
عندي الأزرق الغامق الكحلي، وعندي التركواز واللؤلؤي. والأسود بطبيعة الحال، وممكن أستخدم الأخضر والسيلفر، حتى لو بغيت إن أنا أزيد معهم بودرة الميك اب أوكي، يعني ما عندي مشكلة، بس أهم شيء إن أنا أحصل على التأثير اللي هو اللمعة على أساس تتماشى، يعني بيعطي اللوحة بعد فخامة لما تكون كلها فيها لمعة. يعني شذي راح أبلش باللونين اللي أنا وايد أحبهم، اللي هو الأزرق والكحلي أو التركواز عفوا. ترى لي بتكون كافية الكمية أو بيحتاج شيء بسيط. اللون اوكي، ولكن بعدني بزيد شوية، يعني هو اللون انا اقدر اكتفي بيه، ولكن بزيد شيء بسيط، بس ابي اعطي عمق اكثر. عشان ما نخسر اللتان ممكن نميل الكوب، نخلي الريزن شوي يجي على الاطراف، نحك فيه العود هذا او على حسب شو احنا قاعدين نستخدم، يعني ننزل الكمية اللي ماسكة فيه من اللون. تمام، هذا اللون الازرق الغامق، تشوفون اللون طبعا وايد حلو. يعني انا ما بين التليفونين، واحد رايح صوب وواحد رايح صوب، احرك يمين ما يطلع يسار، احرك يسار ما يطلع يمين. اوكي، هذا اللون الازرق، تشوفون شلون صاير. تمام، الحين باخذ اللون التركواز، ولكن اوكي باخذ الحين اللون اللؤلؤي. تدرون بعدني بزيده شوي، يعني بعض الشغلات في الحياة الطمع فيها يكون حلو، يعني مطلوب يكون فيها طمع. هذا انكسر مني، اوكي مو مشكلة. مشكلة لما نشتري الألوان مثل الألوان المثلك هذه، تحصلون يعني بعض العلب مرنة لينة، وبعض العلب تحصلونه يابس، يعني مثل الجبن لما يجف معنا نفس الطريقة، فما أدري تقريبا خزنينا فترة. هذا طبعا من جرافيتي ريزن، من شركة جرافيتي ريزن يعني، بس الألوان ما كلها يعني بالجودة. تمام، ممكن أخذ السيلفر،
انا ابي اكسر الالوان لان راح ابلش، فابي اكسر بس الالوان. احس الكمية انه ممكن اخذ منها شوي استخدمها حق لون اخر يعني. تشوفون اللون حلو. تمام، هذا خلاص معنا. تمام، راح اخذ التركواز. هذا اللون درجته جدا جدا حلوة يعني، بس تشوفون اللون يعني يعتبر جاف، بس مو نفس الالوان الثانية يعني، يعتبر بين البينين، هذا درجاته متوسطة يعني. انا ممكن استغني عن الاخضر لاني ابي ادشش الذهبي، احس الذهبي بعد بيعطي رونق كذي يعني. هو مو ذهبي بصراحة، انا اشوفه اصفر، هم كاتبين عليه ذهبي، ولكن ما ادري هل المشكلة في النظر ولا شو بالضبط. لا خلاص ما يحتاج، بخلط في الكوب هذا نفسه. هم كاتبين عليه اصفر ولكن هو ما له علاقة بالذهبي عفوا، بس هو مش ذهبي ابدا يعني. واشتريت ذهبي معطق نفس الشيء من جرافيتي ريزن، حلو ولكن تحسونه مو ذهبي يعني، ما يعطي اللمعة اللي هي اللمعة القوية يعني، لمعة الذهب شديد الألوان، نفس الألوان المعدنية اللي نستخدمها في الأكريليك بورنج. لا يعني لا تضاهى الذهبي والفضي المعدني، خرافة يعني، اللون ماله وايد عجيب. أنا كنت مفكر أستخدم البودرة معاه، ولكن يتروى لي إنه أوكي بيمشي الحال يعني. طبعا المفروض ان انا ابلش اشتغل خلاص، الالوان بلش، الريزن بلش يعني خلاص، ولكن حركة سريعة على الاخير، اخر حركة بس على اساس لو اي تكتلات او شيء. طبعا نتأكد ان احنا جبنا من الجوانب ومن القاع على اساس ما يكون عندنا اي لون متكتل او ريزن ممتزج مع اللون شفاف، نكون بس تأكدنا. يعني اي نسيتكم. ما ادري، بس احس اني لو حطيت بعدني كمية من الكريستال يعني، قصدي رفعته، ما ادري، بس احس بيعطي تأثير بعد يعني. حبيت شكله، ولكن لو بعدني رفعته، بس اخاف الريزن طبعا، ما عندي وقت، ممكن انا على السريع شديد قدر المستطاع. تصدقون انه بلش يتصلب خلاص يعني، الحين لما ايدي نزلت عليه بلش يتصلب. طبعا هو الريزن بعده ما بيتصلب الحين، ولكن يعني مسك بعض الزجاج او الكريستال هذا. ما اقولكم دائما ان الفنون جنون بصفة عامة يعني، هذا من وجهة نظري، ان فعليا ممكن احنا نخرب اللي قاعدين نشتغل فيه، في اخر لحظة نغير راينا
ممكن انه يخترب ندمر الدنيا، وممكن انه تطلع النتيجة يعني افضل مما كنا متوقعين بكثير. يعني اللي انا قاعد اسويه صار لي ساعة بالبروش، وهذا شو مش تخربته، بس مجرد ان عندي فضول وخلاص، يعني الشيء دش راسي، حسيت انه بيفضل اجمل. لازم انا اسويه يعني. يعني هي لوحة ما تعبت، انا ما برجع اكررها كل يوم، فلا خلاص خلونا مرة واحدة. والريزن عندي انا دواء على اساس ما يعني لو انه بلش شوي يتجمد، ولو انه يتراوالي انه بيمشي الحال يعني اذا اشتغلت بسرعة. اوكي ممكن ابلش من فوق. تنزل معاه قطع من العلبة مال الكرتون كذا، ينزل معاه، فننتبه إذا حصلناه نشيله بعد ما يخرب لنا الشكل يعني. شوفوا فصل ولا شو السالفة بالضبط؟ اوكي ما ادري شو اللي فتح لي في التليفون بالضبط. تمام، المهم متحمس ان انا استخدم اللون هذا الازرق مثل ما قلنا. كأني كثرت لون، ما راح ياخذ كل هذا. صدق انه بتزيد اصلا على المساحة اللي فاضية عندي في اللوحة، الريزن بيزيد. يعني انا كنت افكر انه بيجي اقل، ولكن لا الريزن بيزيد معي.
بحاول عاد اوزع شوي عشان اعبي الفراغات هذه. تشوفون يعني انا الحين لما استخدم الستيك مثل الزجاج تحت، يعني ما كنت قاعد اشتغل على قماش ابدا. يعني حاول عاد اعبي المناطق هذه، لان هني ما قالب وبالتالي السمك ما راح يفرق معنا انه يعني يكون سميك او شيء ابدا يعني. اوكي يعني انا محتار انزل لتحت، بس معناته اللحم بتكون شكلها ما حلو اذا ما فيها من الجوانب، فامري لله مضطر ان اخليه يسيل. يعني التعامل مع الاكريليك برونز مختلف 180 درجة، يعني في النهاية بقدر انظفه بالسكين او بالود ستيك من الجوانب او من تحت عفوا، فالموضوع يختلف كثير. محتاج استخدم الهيتر، الألوان بلشت تمسك تتجمد معي.
بحاول استخدم الهيتر ولكن اخاف يخرب لي الزجاج هذا الكريستال الحركة، ولكن بحاول قدر المستطاع. كنا استخدم شوي العود الخشب، احاول ان انا شوي بستخدم الحين البيب لان في مناطق ما راح اقدر استخدم الهيتر معها. لا هذا صاير ريزن كله، حتى لو اني باصله يعني ولكن بعده في ريزن. اوكي حاول استخدم البيب هذا، بس الثاني عشان فيه مرونه فيسهل علي اكثر يعني. الألوان جمدت شوي. أستخدم النار. شوف هذا جمد خلاص، الأزرق خلاص هذا جمد، ما يعني حتى لو حاولت ان انا شوي بالحرارة خلاص جمد. طيب خلوني احاول ان احرك واشوف.
لا هذا ما راح يعطيني التأثير اللي أنا أبيه، فممكن أستخدم التركواز بدل الأزرق.
ها ايش رايكم باللي وصلنا له؟ اي هذا على لوحة كانفاس فعلا. انزين الحين انا بحتاج ان انا اخلط كمية ريزن علشان استخدمه. خلاص هذا الريزن طبعا راحت علي، خلاص ما راح استخدمها، ما عندي الاستخدام. وانا كنت افكر الكمية بتكون اقل، لو تذكرون في البداية قلت ممكن ان انا ارجع ان انا اخلط يعني. اكو شغلة ولكن ما راح تضبط، خلاص هو تجمد. كنت ابي اسوي نفس اللي نسويه في الاكريليك بارينج، انه بعد ما نخلص سكب اللون بعدين نجيب السكين عادة ونطلع اللون من على الطاولة او على سطح العمل، ونحاول نرمم الجوانب ونكمل على اساس ان اللوحة برايي لما تكون من الجوانب ايضا ماخذة ذات الالوان اجمل بكثير. يعني لوحة شوي فاضي وشوي كذي من الجوانب، يمكن حتى لو ما حد شافها بس ما ادري يعني احسها تكون الشيك يعني اللوحة طالعة. فانا الحين طعم الريزن تمام. بحاول اخلط الحين كمية ريزن، باخذ كمية قليلة يعني، مرة ما باخذ شيء كثير، باخذ ممكن اخذ 75 جرام مثلا. اوكي باخذ بس بقايس الريزن وبنرجع اشوف تعليقاتكم. طيب اوكي الحين سويت 111 جرام، يعني قولوا 110 تقريبا. زين ومثل كل مرة بنقلب لمدة 3 دقايق. لوح الجيسو تنفع للريزن ولا كامس افضل؟ ما فهمت عليش. اوكي او ما فهمت عليك ايش تقصد بلوح الجيسو، ما فهمت بالضبط. ريزن حاج كله ريزن يعني، مو من برا كله ريزن، طعم الريزن. صراحة المفروض ان احنا الناس اللي شغالين في الريزن نطالب ان نسوي ريزن نكهات. عندنا لوح نوعها جيسو كلها خشب من تحت، ما ادري بالضبط ما فهمت. الجيسو هو معجون، يمكن حتى اليوم بعدني ناشر فيديو، سويت فيديو مع حد لقيته ناشر فيديو يعني تحديدا. الجيسو هو معجون نستخدمه حق تأسيس لوحات الكانفاس تمام، على أساس اللون ما يتشرب، على أساس القماش هذا من الكانفاس ما يتشرب معانا الألوان اللي بنحطيها عليه. يستخدم لعدة طرق، يعني ممكن غرا مع جبس، ممكن ناس تستخدم بودرة أطفال، ممكن ناس تستخدم النشا حتى على أساس يعطي قوام، ويحطون مع لون ابيض. تحطون يعني انا اشتري ابيض احيانا واخلط مثلا مع لون اسود على حسب اللوحة اللي انا ابي اشتغل عليها. يعني هو مثل الجبس اللي حق البيوت اللي نسويه قبل الصبغ،
هو نفس الفكرة، يعني بحيث انه يسد المسام. طبقة بيعطي طبقة جافة مثل الجبس، لأنه هو على حسب المادة اللي فيه لزق، غراء أبيض تمام، ومع جبس أو مع نشا أو غيره، فبيعطي طبقة عازلة بيقوي طبعا هم الكانفاس المعالج الجاهز أكيد ما يستخدمون هذه النوعية. يتراوالي يعني أنا شفته في المغاسل مثلا في الكويت، لأن عندهم يلبسون اللي هي الغترة البيضاء، فالغترة البيضاء هذه لازم تكون مسواية بالنشا تمام. طبعا اكو سبراي عارفينه اللي يستخدم حق الملابس النشا، ولكن في المغاسل شو يسوون؟ يحطون نشا وماي وينقعون فيه الغترة ويطلعونها كذي بحيث انها تتشرب. يعني اللي قرا رواية رأفت الهجان حق صالح مرسي يمكن يذكرون ايام الحبر السري والشغلات هذه اللي مثلا تكون في قماش، وبعدين او حتى المخدرات على شو يسمونه جرافيتي ريزن، سوري جرافيتي ريزن شنو؟ ناشونال جيوغرافيك لما يطلعوا اللي هو امن المطارات، الناس اللي يستخدمون مثلا المواد هذه في ملابس وبعدين يحطونها في ماء، يعني هي نفس الفكرة. فيتراوال اللي قاعدين يستخدمون لان هو احجام كبيرة، وبعدين يركبونها على الفريمات مالتها. يعني فما فهمت شلون لوحة اسمها جيسو، ما ادري بالضبط شو تقصدين، هل هي خشب وعليها طبقة من الجيسو مثلا؟ ما شاء الله جميل الوان، تسلمين او تسلم. ما قادر الحين امسك التلفون بيدي لما اخلص، خلاص ما بات شيء يعني، بس مجرد ان انا اثبت الكريستال هذا بالريزن الشفاف. هو بصفة عامة هذا ينفع وهذا ينفع، لكن أكيد إذا اللوحة خشب، يعني أنا ليش ما استخدمت على خشب عشان البرواز؟ يعني هي الكانفاس أوريدي مسواي، خاصة هذا البرواز هو 3D يعني تقريبا عمقه 4 سنتي، فبالنسبة لي أحس إنه يطلع وايد أحلى يعني شكله. ولكن إذا قادرة إنك أنت تبي تشتغلين على خشب عادي اشتغلي، ليش لا؟ يعني لأن الخشب بيستحمل مع شيء، يعني مثل ما انا قلت قبل لما كان حد يسأل عن وحدة بالخوات عن الطاولات الخشب، شلون ان انا اسوي طبقة عازلة ما بين الريزن والخشب. انا قلت لها ما تستخدم الجيس تسوي طبقة وتخليه يجف، وبعدين تبلش تصب على الريزن، او انها تسوي طبقة مثل ما انا سويت الحين على الكانفاس، انه طبقة خفيفة من الريزن الشفاف تمام، وتخليه يجف، فبيصير عندها بيعطيه السمك وبيعطي ايضا خلاص ما في مجال انه يتشرب شيء تمام. انا الريزن الحين خلاص صار عندي جاهز، خلوني بس انزل لكم التليفونات. فأنا اللي راح أسويه بس أن راح أنزل خلاص عاد هني، هو راح ينزل على الكريستال وينزل بعدين على الريزن اللي حطيناه مع الألوان، فما عندي مشكلة نفس قبل. يعني زين انا عندي بريزن هذا زاد شوية، فممكن احاول استهلكه مثلا اسوي بيه اي شيء.
ممكن اخذ منه مثلا اخلط الأحمر، ما جاني استخدمته، ويعني ما من الألوان اللي كثير، بعدين هو ملامع نفس هذاك، نفس الألوان الثانية اللي اشتغلت فيهم. تمام، أوكي. فراح آخذ مثلا أخلط هني شوية أحمر معه، أعتقد حتى اللي ما استخدمته بعدني يعني الحين، يعني مو من الألوان المغرية كثير، إلا يمكن على حسب يعني العمل بعد. ها احتمال. تمام، وهني ممكن أنا مثلا أحط ورق فضة أو ورق ذهب، أو أوكي علشان بس أختصر الوقت ممكن أحط معه جليتر، ما عندي رفاهية الوقت يعني بقعد بعدين أطلع، عشان إيدي كلها لزق أو غرا بالأصح. فراح اخذ الجليتر هذا، هو حجمه كبير شوي، السيلفر. مثلا القالب هذا لو تذكرونه اللي اشتغلنا بيه اخر مرتين، يعني مجرد بس انه كمية الرزم بتزيد عندي على الفاضي، فاحاول استخدمها. طبعا كان ممكن اسوي بيها حروف، انا يعني احب وايد لما الرزم اللي يتم الكميات هذه اسوي بيها حروف، لكن نظرا ان القالب منظيف يعني ما ادري عاد يكفي ما يكفي. صفوا النية يا جماعة علشان يعني مو مشكلة، يتراوى لي انه بيكفي. طبعا مجرد انه نستفيد من الكمية هذه اللي زادت عندنا، يكفي عدد الكميات اللي زادت من شوي واحنا نشتغل. اللون الأحمر حلو في أشياء، ولكن ما في كل الأشياء يعني ممكن أحب إن أنا أستخدمه بصراحة. يعني حلو اللون الأحمر في أشياء، تشوفوني لابس هذه مال الطبخ لونه أحمر، ما أدري، بس يعني في أشياء معينة يكون حلو، أشياء أخرى يعني نوعي إن أنا أستخدمه، ولكن ممكن عمل معين، لوحة معينة، على حسب الألوان المستخدمة، على حسب احيانا بعد طلب الشخص، اذا زبون مثلا طالب شغله احيانا يطلبون اشياء غريبه بصراحه. يعني مثل الاخت اللي اشتغلت لها صينيه قاع البحر، لو تذكرون اللي كان موجود، او بالاصح تاثير البحر، موج البحر مش قاع البحر، الناس اللي كانوا موجودين في اللايف يذكرون يمكن الصينيه هذه، وبعد ما شافتها هي قالت لي حلوه، بس انا حسيت انه لا في شيء شكلها مو عجبتش، لا حلوة لا حلوة. بعدين آخر شيء ضغطت عليها قالت يعني هي حلوة بس يصير تغير لي لون الأزرق، فما فهمت، ريزن جاف يعني شو أغير فيه؟ بعدين هو بحر، يعني البحر شيء يكون. فأحيانا قد يصادف الشخص إنه مثلا يجي يصير الأوردر، يعني يجي إنه مثلا حد يبي لون أحمر. واحدة من الأخوات طلبت الستاند اللي هما الفيمتو، أكيد عارفينه كلكم يعني هابين فيتا وهبة، طلبت إنه يكون لون الفيمتو، وصلت لها درجة الفيمتو يعني خلطت 3 ألوان مع بعض وبودرة وردية، فأعطاني بالضبط نفس هذا وعجبتها، بس هو طلع شكله حلو يعني في النهاية، يعني اختيارها كان موفق. هذا طلع بشع بشع بشع، اللون الأحمر ما حلو، يعني اللون الأحمر طالع مو شيء، حتى غطالي على اللي أنا حاطه الجليتر مو حلو أبدا، يعني درجته طالعة مثل ما قلت ممكن استخدمه في أشياء ثانية. طيب أنا شذي خلوني بخلطة كلها مع بعضها وخلاص.
يعني لو سويت جليتر فقط مع الريزن الشفاف كان يمكن اشوى شوي بيطلع. اللون الاحمر لا ما حلو، ما حبيته. تمام، انا دقيقة بروح اشيل القفازات، اغسل يدي واشيل هذا بالمرة، اللوية هذه اللي انا مسويها، وبرجع عاد برفع التليفونات وبنشوف اي حد عنده تعليق استفسار ونشوف اللوحة عن قرب. اوكي، هذا احنا رجعنا. خلوني عاد براويكم عن قرب شلون صارت. خلوني ببطل التليفونات، خلنا اول شيء اغير الكاميرا. تمام، هذه اللوحة عن قرب، بس خلوني أشيل الإضاءة لأن هذه الدوحة ما أدري بالضبط إذا تحسون شو انطباعكم عنها. الإضاءة هني يعني أحس إنه ما واضح كثير، ولكن يعني قدر المستطاع. ما ادري هل الشبكة ولا شنو بالضبط. اللون الأزرق وايد حبيته، واللون التركواز نفس الشيء. يعني هذا شكلها بشكل نهائي اللوحة بعد ما جهزت. طبعا هني انا هذا اللي كنت اتكلم عنه، هل انزله ولا اخليه. يعني حتى فكرت ان اخذ استهلك الالوان اللي هني اللي تطيح، نفس ما احنا نسوي في لوحات اكريليك بورنك، ولكن طبعا يجف بعكس الالوان. يعني الالوان الاكريليك تجف بسرعة، ولكن مو نفس الريزن ابدا، يعني شيء مختلف. فعندي حل من الحلين، يا اما ان انا ارجع اعطيها لون موحد من الاطراف بعد ما تجف، او ان انا ممكن اخلط ريزن نفس الالوان هذه وابلش اشتغل عليها من الاطراف، يعني طروالي بيطلع شكلها احلى بدل ما هي صايرة كذي. طبعا المشكلة اللي انا دوم اتكلم فيها هذا اللي نازل تشوفونه، يعني التجمد هذا. تمام، خلوني الحين نرجع مرة ثانية. تمام، بس التليفونات. فأنا اللي أبي أسويه الحين باخذ الستيك اللي تحت هذا، مزعج جدا بالنسبة لي ما من قبله. ما أدري الأخوات اللي شغالات في الكاميرات التليفونات ما فاهم بالضبط شلون يتحشون هذه المشكلة، لأن شفت فيديوهات وصور حق كاميرات التليفونات نفس الشيء، اللي هو يطلع ما حبيت أبدا التأثير هذا إنه يكون يعني متساوي.
يعني انا عندي مثلا سويت قبل شغلتين بس اشتغلت عليه عاد بالصنفرة، يعني شلت الحدود هذه، ما احبها تكون طالعة، يعني انها تكون ما مستوية، احس شكلها ما حلو ابدا، ما مقبول بالنسبة لي. يعني اوكي، يعني هي هاند ميد، ولكن ما عشان هاند ميد يعني خلاص، انه مثلا احس انه يكون شكلها مشوه شوي. ولكن يعني طالما نظام صحون وضيافة وقهوة وهالسوالف، يعني الجانب الفني ما راح يكون مهم كثير. انا كل هذا مفكر انه انتم قاعدين تشوفوا صورتي. طيب انا بس اغسل يدي شوي بالتنر مثل هذا، خلاص. تمام، خلونا عاد نروح نفس اليوم نقعد نسولف ونحشف القمة مثل ما تبون. اوه كسرنا الدنيا يا جماعة، ثواني بس اضبط الاضاءة وخلافها، لان الدنيا كلها وراها في كل مكان. قاعدة تجي دعوات مثلا حق الناس اللي تشوف معي في اللايف، تمام، حلو، انا ارحب بكل حد، ما عندي اي مشكلة، بالعكس هذا الشيء وايد حلو. ولكن نظرا للي صار قبل، ما ادري يعني قمت متخوف شوي، انا ما فاهم منو اللي داش هذا، وليش اصلا داش، هل هو داش يبي يشاركنا في اللي احنا قاعدين نسولف فيه، تبادل اراء مثلا، بيثري الموضوع، بس اوكي، بس انا اللي قاعدين يدخلوا لي، يا اما واحد متعاطي شيء يعني فعلا، يعني كان دش معنا الاخ هلال من بركه، ما شاء الله عليه، يعني حد قمه في الاحترام، دشت معنا مره بنت لو تذكرونها، صغيره يمكن مال تقريبا 9 سنوات لو حد ذاكر الموضوع هذا. يعني في احيانا يصادف ناس جدا رائعين، واحيانا بصراحه ناس ما ينباعون في سوق ابو ريال وريالين، خلونا نكون واقعيين. فالحين لما يدزولي، وبعدين لا، كله موضوع الكاميرا، يعني هو يفتح الكاميرا وطافي الاضاءه، زين ليش؟ يعني ما فاهم بالضبط، يعني انت لما طلبت دزيت دعوة، شو الهدف منها؟ هذا اللي انا مستغرب له. تمام، خلونا نشوف عاد. اذا احد كاتب اي تعليق يحتاج ان نرد عليه، ما ردينا عليه بعدنا الحين. طيب عندنا بالسعودية لوح كانفاس وجيسو، وش الفرق ما بينهم؟ لحظة شوي، انت تقصدين اللوحة نفس اللي انا اشتغلت عليها الحين؟ ترى هو الكانفاس هذا اللي هو النسيج القطني، يكون مصنوع من القطن او من الكتان على حسب، حتى يجي منه ابيض، شيء منه يجي اصفر، درجاته مختلفة، وبسمك مختلف وبوزن مختلف، ويشدونه بعدين على برواز خشب، تمام؟ البعض يكون معالج بمادة الجيسو، والبعض يكون ما معالج مادة الجيسو، مثل ما قلت قبل شوي، المعجون اللي نستخدمه على أساس يكون كواقي، بحيث إن الجيسو ما الكانفاس نفسه ما يتشرب الألوان أو المواد اللي بنحطها عليه.
انا ادور هالمادة الريزن، تدور المادة، اوكي تدور الريزن قصدش، اتس اوكي ما مشكلة، الريزن متوفر عندي نفس النوعية اللي انا اشتغل بيها، هذه الكريستال، وفي نوعية ثانية الستور على انستغرام اسمه فنون دوت ستور، تمام، حابين اي حد بس حتى اللي ما اعرف ما محصلينه دزولي على الخاص بعد اللايف ان شاء الله، بكتب لكم الاسم بالضبط شلون صاير. اوكي ما شاء الله حلو شغلك، تحية لك من المغربية، حيا شاء الله. ايوه ردينا على التعليق هذا، حيا شاء الله اختي، مرحب 6 في بي بي، مراحب اخي، يا اخي مبدع انت، تسلم نورت. انا صح اكيد اكيد، اي حد موجود معنا اليوم بصفة عامة هو اكيد منور، تمام، يعني هذه الاضاءة مو طالعة من الستاند، هذه الاضاءة طالعة منكم اكيد. بأمانة أنا أستانس وايد، يعني بقول لكم شغلة، خلال الفترة هذه من بلشت خاصة أطلع، يعني أطلع لايف، تمام، تعرفت على ناس، شخصيات وايد روعة بمعنى الكلمة، سواء من داخل عمان من برا عمان، تعرفت على كمية فنانين من عندنا من عمان، ناس شغالة في الريزر ما شاء الله، أخوات يعني، هم خلينا نكون واقعيين كلهن أخوات يعني، تمام، بس ما شاء الله عليهن، وفي دوم إثراء في اللايف، ودوم يكون في عندنا تبادل وجهات النظر، نستفيد من بعض، فهذا الشيء انا وايد حابه يعني. اوكي اختفيت من حرمول، محمد معمري، يا اوكي مش نسوي بعد، شايف سوبر مان لما كان يختفي، نفسي اجرب فن الريزن، فن رائع صراحة. او اي سي اتش اي دبل اي زد اي واي، يا الريزن اتفق معاه، الريزن وايد حلو، يعني انا عن نفسي من بلشت فيه وايد وايد، بقول لكم يعني صار هوس، شيء حلو كثير يعني، يخلي اللي عنده خيال فني انه يفكر انه ممكن اسوي كذي، ممكن اسوي كذي، ف يعني انا انصحش تجربي اليوم قبل باكر، ما اليوم طبعا، اليوم خلاص ماكو وقت، تمام، ولكن اذا دوم اقول حد عنده حلم، خاصة اذا حلم فني لا يأخره، يسعى، العمر يا جماعة ما تم فيه كثير يعني، سواء الله يعطي الجميع، الله يعطيكم العمر أكيد، ولكن ما حد ضامن. أوكي أي إكس أو زيرو تقول ما شاء الله، تسلمين أختي. السلام عليكم من ميم النعيمي تقريبا، وان أتمنى أكون قريت الاسم صح، اعذرونا يا جماعة الخير، عتشيبنا خلاص. زين الجرافيتي ريزن ما يحتاج انك تلبس قناع، ايش تقصدين بالجرافيتي ريزن؟ ما فهمت عليك بالضبط، ولا تكتفي بس بالقفاز اللي هي ميما؟ اوكي بس ردي ردي علي، ما فهمت عليك ايش تقصدين، ايش تقصدين بالجرافيتي ريزن؟ كم مقاس اللوحة؟ اعتقد هذه يمكن 35 في 25 تقريبا مقاسها، مو متذكر بالضبط. استاذ احمد هذا العمل على لوحة كانفاس؟ يس اوكي ردينا عليه، ما شاء الله جميل الالوان، تسلم. ممكن تشتغل لنا على الساعات، كيف نسويها؟ ايش تبي تسوي في الساعة بالضبط؟ هل قصدك انك تبطلينها تشتغلين على الخلفية وبعدين ترجعين تركبين العقارب مرة ثانية، ولا ايش تقصدين؟ ولا القوالب مال السيليكون اللي هي تجي على شكل ساعة؟ ما شاء الله مبدع 39 جي بي اي، حيا شاء الله او حياك الله، عادة بنت، تسلم الانامل ما شاء الله، تسلم يا ار اس 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 84. اوكي اللوحات اللي على الجدار اعمالك؟ ايه اي لوحة بتشوفونها في البيت اعمالي، تمام. انت من لوا 4G 2K؟ هي انا من لوا، يقرب لك الاستاذ الجمعة المعماري، انه ما اعرف من تقصد الجمعة المعماري، كان الله يرحمه عندنا جمعة المعماري توفى من سنوات، اعتقد كان حادث السيارة كذي، بس على العموم ما عندي حد مدرسين من اسرتي يعني. مساء الخير، مساء النور، كيفك اخوي؟ الحمد لله. اي دبليو كيو دي ار او، ما اعرف اقرا اساميكم في الغالب، ولكن على الاقل اتهجاها يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربي يوفقك، على راسي والله، سعيد كثير بآرائكم،
التشجيع والدعم هذا اللي قاعد احصله يعني بامانه شيء يعني فوق الوصف. انت عمرك في العشرينات؟ لا انا 44 سنه، ما لسه 76. انا من ايام الغوص اخي، تمام. يا من ايام الغوص. انزين، انا طبعا للاسف انا يعني باد بوي او باد مان مثل ما يقولوا، ادخن، فابي ادخن، ولكن اساس قالوا لي اذا طلعت، ما ادري شاعر ولا صدق، اذا طلعت تدخن في اللايف ممكن يعطوك بلوك حق اللايف مدة شهر، تمام. قمر من سوريا، والله ونعم في شخص قمر، حيا شاء الله في عمان في السيب تحديدا. على العموم اكيد عمان ديرتش الثانية، يعني احنا عمان السلطان قابوس الله يرحمه يمكن عودنا شذي، خاصة احنا الجيل القديم يعني طلعنا لقينا هذا الشيء، انه يعني الكل الحياة الله، يعني في النهاية انا عشت في عمان، يعني عشت برا عمان كثير سنوات ما بين كذا دولة، فدوم انا اقول يعني تراوالي الوطن ما هو اللي مكتوب في الجواز فقط، الوطن اللي احنا نعيش فيه. فحيا ان شاء الله في عمان. ثواني بروح اجيب الموضوع اللي قلت لكم عليه، لان انا ادخن على صوب، تمام، بس بيمشي الحال. ثواني بس. تمام، السموحة منكم. تسلم يا هيرومان. اوكي، الله ينعم فيك، تسلمين اختي. امين يا رب العالمين، رحمة له ويجعل مثواه الجنة، امين. أستاذ أحمد كالعادة ما شاء الله مبدع ومتألق في أعمالك، وإلى الأمام دائما عقبال ما أكون متقنة الرزل. أوه زوز، واو نورتينا، ما أدري أنت موجودة من قبل زوز ولا الحين، بس دشيتي ما انتبهت ليش بأمانة يعني. شعاري يندرج تحت صاحب الهمة لا يقف حتى تتم الهمة، عمري 17 وإن شاء الله أصير مثلك يا أحمد. زوز طبعا أنا مصدوم إن عمرك 17 سنة، ترى على فكرة كنت مفكر أمس إنك أنت أكبر. السوالف اللي تكلمناها أمس يعني حبيت كثير شخصيتك، إنه أنت عندك الميول الفنية، عندك مثل خلينا نقول مثل حلم بداخلك وإن شاء الله يتحقق. ولكن خل بقول لك شغلة، توني دخلت بس شدني شغلك. جوج حياش او حياكي، تراوالي انش بنت مصبه يعني، على حياش الله اختي. شوفي زوز بقول شغله، كل حد سواء كان بروفيشنال، كان عظيم، كان شو ما كان، يعني في يوم من الايام كان nothing، يعني انه مش نكره يعني مثل ما يقول بالانجليزي، ولكن كان ما في شيء، يعني احنا نولد من بطن امنا ما في شيء. الاصرار، اذا انت حابه مؤمنه بهذا الشيء وقاعده تستمتعين فيه وقاعده تحسين ان انت تلقين نفسك فيه، استمري واصلي وبتتعلمي مع الوقت، بتاخذين خبره اكثر، تمام. وما بتصيرين مثلي، تصيرين حتى احسن، لان خلينا نكون واقعيين شوي، ان احنا في النهايه كل واحد عنده حلم، عنده هدف وين يبي يوصل، تمام. فما شرط انك انت تصيرين مثلي، ممكن حتى انك تصيرين افضل، ليش لا يعني. ف
بل شوف الموضوع هذا تمام، احتجتي اي مساعدة اي شيء، عندك استفسار في مجال الريزن، طبعا انا اكيد ما اعرف كل شيء، انا مو سوبرمان يعني اكيد، ولا رائد الاملاق ولا مازنجر تمام. طبعا ما تلحقون انتم على هالسوالف اكيد، جيل عيال اليوم يعني انت تقولي 17 سنة، ماي جاد يعني انا 44، كم سنة بيني وبينش يعني، الفرق اجيال مثل ما يقولوا، فرق شاسع يعني تمام. بس مثل ما قلت، احتجتي اي مساعدة اي شيء، حابة تعرف شغلة اتواصلي معي، وسواء حتى لو ما اعرف المعلومة بدور لك اياها وبعطيش الخبر اليقين يعني. يلا العمر كله زز ان شاء الله. طيب بما انكم قاعدين ساكتين او قاعدين خاتين، فخلونا، لا ما بالزقارة تطلع، ف ان شاء الله استاذ احمد من طيبك، لا هو مو من طيبي، شوفي هذا واجب خبرك شغله. انزين بنرجع لك اللي ما عندي شغف في الحياه. شوفي زز، مثل ما انا تعلمت من غيري لازم انه انا نفس الشيء يعني، هي في النهايه ما توقف عندي يعني، هي مثل وادي الماي، الماي ما يوقف في مكان معين يمشي، ففي النهايه انا استفدت من غيري وافيد غيري، خاصه احنا الجيل اللي كبرنا يعني. مثلا لو بتكلم عن تجربتي يعني، انا كان عندي معاناه، انا حاولت انشر الرسم مثلا عندنا مثلا في المنطقه اللي انا فيها، الولايه اللي انا فيها، حتى المناطق القريبه حاولت، ومن خلال الانديه، من خلال يعني كليات يعني، انا كنت اكتب مسرح، اخرج مسرح، امثل مسرح والرسم، حاولت ان انا انشر هالمجالات تمام، المسرح والرسم، ولكن تعاملت مع كليات، ما ادري الكليات التقنيه، ما ادري مدارس ثانويه انديه، ولكن الناس ما مؤمنين بهذا الشيء، ما يبون هذا الشيء، هم يبون كورة، يبون ما أدري الشغلات اللي هي تعتبر السطحية. الرياضة حلوة، ولكن في النهاية أنت قبل لا تنمي ريولك، أول شيء نمي مخك ونمي ذهنك تمام. فأنا ما أبي الجيل اللي طالع، إذا أنا أقدر أقدم إيد المساعدة، أقدر إن أنا أشرح شيء، أقدر إن أنا أوصل معلومة، ليش لا يعني، هذا المفروض إنه واجب يعني، هذا خلينا نقول مسؤولية، المفروض كل واحد عندنا في الديرة هذه إنه عنده جزء من المسؤولية تمام. تقول أنا ما عندي شغف في الحياة، شهود 78، شهد كم عمرش؟ تو بيصدموني بيقول لي تحت ال20 يعني. أنا نفسي أتعلم شيء، لا تقدر تساعدني؟ اوكي بس وضح ليش تبي تتعلم بالضبط، او اول شيء انا ما اعرف يعني شو جنسك عفوا يعني، يعني هل ميل ولا في ميل، بس عشان حتى وانا اتكلم. كم العمر يعني؟ تاريخك عريق وطويل استاذ. يعني نوعا ما شيبنا خلاص. اوكي ما بتكون باينه. ولو اني ما ادري يعني هل موضوع التدخين هذا فعلا يعطوني بلوك لو طلعت ادخن، بس انا كنت اعرف حد كان يدخن يعني. عمره 30 سنة ما شاء الله، حلو يعني ناضجة تمام. اوكي معلش عاد الزهايبر يا جماعة اشتغل، سمحي لي. العمر كله ان شاء الله. انزين ايش حابة تتعلمي بالضبط يعني؟ تقول يعني نفسي اتعلم شيء، اذا تقدر تساعدني. ما علي يا محمد، انا ما اعرف بالضبط من اللي قاعد يفرش لي دعوات تمام. لا انا ما معلم فنون تشكيلية ولا شيء يعني، مجرد هواية ما اكثر يعني، حتى مجال شغلي ما له علاقة، لا دراستي ولا شغلي اصلا ما له علاقة بالموضوع. اوكي اعلمش ما عندي مشكلة، بس ما فاهم بالضبط شو اللي تبي تتعلمينه يعني. يعني هل حابة تتعلمي الرسم؟ هل انت عندك ميول فنية؟ ما فهمت بالضبط. فأول شيء انت عندك ميول فنية يعني؟
اوكي تسلم يا هيرو مان فور. واو تسلم تسلم حبيبي على راسي والله. ما ادري اه جميل والله، موهبة عظيمة دامك ما درست او مارست نفس المجال. لا انا حتى يعني مجال دراستي ما له اي علاقة، ومجال شغلي ما له اي علاقة، واشتغلت وظائف ما لها اي علاقة تماما يعني. ولو تعرف شو مجال دراستي يمكن راح تنصبني اصلا. انا معلمة رسم. واو واو واو، مدرسة رسم معنا يا جماعة، حلو هذا شيء ممتاز. اول مرة اصادف حسابك فنان يعني انت، يعني يقولوا فنان تشكيلي تمام. انزين مريوم 21، انت مدرسة تربية فنية تمام، هذا ولا هي غيروها الحين مدرسة رسم؟ المهم بصفة عامة، انت كمدرسة في هذا المجال دشيتي المجال هذا، انت فنانة يعني عندك ميول فنية، ولا دشيتي انه مجموع او مثلا لسبب او لاخر؟ يعني احب اسمع رايك في الموضوع هذا. اهنيك صراحة، تسلمين والله على راسي يا رب. هذا حسابي الاصلي. حلو، يعني انت اصلا ميولش فنية. طبعا نظرا للتعمين او سياسة التعمين اللي سادت يعني عندنا في السلطنة، من ضمن المجالات يتراوالي اللي تضررت هي بشكل مباشر التعليم، مجال التعليم اللي هو احلال العماني مكان الوافد، فهذا اثر على الخبرة، يعني هو اصبح الكم على حساب النوع. يعني لما أنا أحصل مدرس مثلا تربية فنية أو مدرس رسم، ما أدري إذا الحين غيروا المسمى أو لا تمام، هو ما يعرف يرسم، هو ما له علاقة بالرسم. يعني أنا أذكر عندنا مدرس الله يمسيه بالخير، يعني الحين إذا كان موجود ما أعرفه، يعني عماني هو طبعا، كان يدرس في المرحلة الثانوية. سنويا ما أدري إذا موجود عندكم الشيء هذا، يعني صحيح المعلومة، من السنوات هذه يعني قبل 2004 يمكن، حتى في بداية 2000 كان مسابقة على مستوى المحافظة المنطقة التعليمية وبعدين السلطنة، اللي حق كل مدرسين التربية الفنية يشاركون بأعمال فنية تمام. فهو كان كل مدرس لوحتين، اللوحتين أنا اللي راسمهم حقه، والغريب إنه كان في صف ثانوية عامة وجبت له اللوحتين ووقع عليهم قدام الطلبة، يعني حتى أنا أقول له يعني أنت عادي، يقول لي عادي ما مشكلة. فهذا مدرس تربية فنية ايش بيطلع لنا يعني؟ يعني طبعا يعني اكيد ما كل الناس بعض، اكيد في حد كذا وفي حد كذا. حلو كنا نرسم واجد في المدرسة. اوكي حلو، يعني الموضوع بلش من يعني مبكر خلينا نقول يعني. بس انت اختي مريوم، هل عندك نشاط فني حاليا يعني غير الوظيفة؟ يعني قاعدة تمارسين الرسم، شو اللي قاعدة تسوينه الحين؟ مرات أغلب طلاب التخصص ما معهم خلفية عن التخصص للأسف، يعني لأن زمان أيام المدرسين الوافدين مثلا على أجيالنا إحنا، يعني كان مدرس الموسيقى هو مشروع ملحن أو مشروع موسيقار، ولكن مثلا لظرف أو ما قدر يكمل. مثلا تلقوا مدرس اللغة العربية عادة هو قارئ جيد، وممكن كثير صادفتني انه هو مشروع أديب أو مشروع كاتب، ولكن ما مشى الحال يعني، فخض الجانب الأكاديمي أكثر. تحصلون عادة خطاط، ولهذا السبب هو يكون جماعة الخط العربي،
اللغة العربية عادة، يا إما جماعة المسرح مثلا، جماعة الصحافة، لأن هو عنده ميول، يا إما يكتب شعر، يكتب قصة قصيرة، نثر، خط عربي مثل ما قلنا وخلافه. اللي ماسك جامعة الكشافة هذا مدرس تربية رياضية، أصلا هو عضو في الحركة الكشفية من سنين، وعنده شارات خشبية حاصل عليها، ومعسكرات برا مثلا لو من مصر أو الدول اللي هو جاي منها على حسب يعني. فهذا الشيء احنا نفتقده يعني، شوي شوي اصبحت مثل الكشافه ما لها دور، مجرد تحيه العلم. ويمكن الحين تراوالي مو موجود، شوي اختفت جماعه الموسيقى، اصبحت هي تحيه العلم، والبعض حتى اصبح يسجل يشغل سي دي او شيء من هذا القبيل يعني. شوي شوي اختفت يعني. مدرسين التربيه الفنيه الحين انا اشوف الطلبه يروحوا للخطاط يقول له سوي لنا وسيله، اي بعلم مش سالفه. صارت معي من عدة سنوات، تمام؟ أنا أعرف شخص من جنسية عربية، هو رسام، هو عايش هنا في عمان، يشتغل في عمان يعني، ولكن محل خطاط، ولكن يرسم. فجو 10 طلبة قالوا له عندنا مسابقة، طبعا كل واحد بروحه يعني، بس في نفس هذا المدرسة، إن عندنا مسابقة اللي هي السنوية، ونبي ترسم لنا لوحة. فرسم هذا اللوحة، هذا لوحة، هذا لوحة، 10 طلاب، تمام؟ فبعدين بعد فترة يمكن شهر كذي، جاته بنت مع أمها وقالت له، جابت له هدية. ليش؟ قالت له اللوحة اللي أنت رسمتها لي فزت، فازت. فهو يضحك يقول أنا فزت على نفسي يعني، هو راسم 10 لوحات في المسابقة، واحدة منهم فازت يعني. فيعني هذا واقع، بس يعني نتمنى إنه يتغير، لأن أكيد في ناس عندهم مواهب، أكيد في ناس يعني حابين الموضوع صلج يعني، ما مجرد إنه تخصص وظيفة وخلاص. طبعا بخلاف ايضا الجانب الاجتماعي والاخلاقي والثقافي، لان قبل احنا الوافد ما كنا نعرف عنه شيء، الحين المدرس العماني هو يعني منا وفينا، خاصة يعني اذا ولد الحارة او ولد كذا، فاحنا عارفين اهله، احنا متداخلين، احنا شعب وايد متداخلين ونعرف بعض ومناسبين بعض. فبعد شوية اعتقد انها فقدت يعني، الوافد ما كنا نعرف عنه شيء، وساكنين تلقونهم في مناطق يعني، في السنتر مال الولاية، بيوت معينة أو بنايات شقق، ما كنا نعرف عنهم، ما نشوف حياتهم الشخصية شيء، فبالتالي كان عامل الاحترام أيضا كان موجود يعني. زين، ما أدري أختي مريوم، تمارسي في الفن حاليا، ترسمين أو شيء، ولا بس مكتفية بالوظيفة يعني؟ زوز تقول أيوة بالضبط مثل ما نواجه حاليا في الواقع. يلا ان شاء الله نتمنى ان يتعدل الوضع يعني. اوكي، مبدئيا انا ما اعرف منو الكاتب، احمد، ليش ما تجي حرمول؟ ليش قطعت؟ اوكي يعني طبيعي من حرمول، ولكن ما اعرف منو، فبالتالي نكنيم يعني، فما اعرف بالضبط. ممكن نشوف رسوماتك. اوكي، يا نراويكم رسوماتنا. يا هلا اخي ايوب، عليكم السلام والرحمة، حياك الله فنان سعودي، حياك الله. أي أحد من المملكة العربية السعودية منور. عاد اسمح لنا من ساعة كان البث سيء للغاية يعني. شو أخبارك أخوي أيوب؟ إن شاء الله طيب، الأسرة لها إن شاء الله كلكم طيبين. يا سيدي الجايات أكثر من رايحات إن شاء الله يعني. حبيت كثير اللوحتين اللي كنت عاملهم، كان لوحتين أعتقد، الله يسلمك عزيزي، حبيت كثير التنوع اللي كنت مستخدم، أعتقد الأخضر والأزرق والأبيض كان. أول مرة أشوفك وأنا من لوا.
يا أول مرة. أوكي تسلم يا هيرو مان فور، تسلم عزيزي، كلك ذوق. يا أنا بعد من لو ما شف... أول مرة أشوفك، أول مرة أشوفش، خلينا نشوف هذا واحد ولا واحدة. أوكي أسير اسمك نو، لا ما أعرف أقرأ الاسم بالضبط. تسلم عزيزي، تسلم على الهدايا اللي انت قاعد تدزها. اوكي انت قلت تبي تشوفين الرسومات، خلينا نشوف. تمام خلوني بغير بس العدسة او الكاميرا، يعني بلا صح عدسة شنو. تمام خلينا اخذكم جولة مدرسية، رحلة مدرسية. شوفوا كنت بطيح. تمام هذه بعض اللوحات اللي موجودة. كل يوم يا جماعة قاعد أراوي، كل يوم ينطلب هذا الطلب يعني. تمام اللوحة اللي تحت هذه أنا وايد أحبها لأن راسمها بتكنيك البندول يعني، فكثير أحبها. وهذه اللوحة اللي في أول 24 ساعة سوت 1,400,000 مشاهدة، هي هذه اللوحة. طيب هذيل اللوحات اللي موجودين عندي حاليا، تشوفون لوحات في كل مكان. هذه بعد من اللوحات اللي انا وايد وايد احبها، ما ادري ليش بس يعني حابها كثير يعني. وهذه اللي فوق هذه مشتغلها بورق الذهب، ورق الذهب الوردي تحديدا. اوكي يعني هذا اللي موجود فوق. بعد شيء انه صار عندي تكدس في عدد اللوحات، يعني فوق 100 لوحة صاروا عندي موجودين، فبالتالي ما لهم مكان يعني حق التعليق. وهذه اللوحة بتكنيك الكوب المفتوح، اذا حد يعني قاعد يشتغل في الاكريليك بورنج. وهذه الخضراء واللي فوقها هذول بالسكين، هذه لوحة تجريدية. هذه الخضراء أنا بعد وايد أحبها، يعني الشغل بالسكين يعني أحب، أحس التأثير يطلع وايد حلو يعني. أوكي شنو بعد فيه؟ يا وهذه الست لوحات اللي كانوا معنا في اللايف قبل 4 أيام، اشتغلنا 6 لوحات لو حد كان موجود معي في اللايف. اوكي انا ما راح اقدر ان انا احرك التليفونات، لا صعبة شوي لان انا ماسك بايدي الاثنين. على العموم هم كل لوحتين فوق بعض، فهذول اللي طالعين لكم. طبعا هذول بتكنيك الطباعة. تمام وهذول عندي فوق لوحات صغيرة. هاي نفس الشيء، هذا التكنيك البندول انا مستخدم فيها اللوحة هذه. اوكي شنو بعد؟ هذول نفس الشيء بتكنيك الطباعة، 5 لوحات مع بعض، نفس الشيء كنت مسوينهم في اللايف. هذول بعد اوكي، هذه لاخر لوحات. تمام بس خلاص ما تمشي اشوف. اوكي تام شوي. عندنا هذول بعد، هذه بكرتونة البيض انا مستخدم فيها. هذا مسوي معرض فني انا مو بيت. هذه نفس الشيء اللوحة اللي بالازرق، هذه بتكنيك الطباعة. هذه من اللوحات بعد اللي وايد حبيت شكلها يعني بعد ما جهزت. وعندنا هذول اللوحات، كل مكان لوحات، كل مكان بالكبد لوحات، بكل مكان لوحات. هذه نفس الشيء اللوحة الطويلة هذه استخدمت فيها تكنيك البندول، نفس الشغلة يعني. طبعا عشان الإضاءة. تمام خلونا نرجع الى
قواعدنا سالمين. خلوني بس أثبت التليفونات. أوكي، رجعنا مرة ثانية. هي رجعنا من الرحلة خلاص. اوكي، هذا اللي كنت طالبه، السبن دبل ناين سكس اتش. تمام، هذا راوتش اللوحات. اول مرة اشوفك وانا من لوا. يا شو نسوي بعد؟ واحد، ها 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 ها، يتروالي. اوكي، اللي كنت اسألك انت من يوم تقول لي حرمول تقريبا. إن شاء الله بنشوفك في في قادم الأيام، إن شاء الله بالتوفيق. تسلم عزيزي. طبعا طالما قلت حرمول كذي وبنشوفك، معناته إنك صبي مو بنت يعني. رهيب، تسلمين أختي، الله يسلمك يا رب. اليوم بس أشوفك، أنا بس حبيت ما شاء الله على راسي والله. أي حد دش معي حياكم الله، تسلمون. اعتبروا انه انتو بيتكم يعني، المكان مكانكم اللايف اي وقت. حياكم الله، انا كنت سعيد كثير بالسوالف معكم. جمال مش طبيعي، تسلمين اختي والله. هذا من ذوقش يعني، لسان عيونه حلوة. بعد شوف الشغلات الحلوة، اهدينا وحدة. هو مين معي اصلا؟ اوكي، ايوش يعني بنت، لا توجد سيرة ذاتية، تابع 97 وعندها 80 متابع. عرضهن للبيع. اي، ما انا الحين خلاص شغالين على الموقع، الويب سايت. تمام، الحين شغالين على الويب سايت، الويب سايت والستور. وبصفة عامة خلاص قمت الحين انزل شغل الريزن، وبحط ايضا اللوحات. يعني خلاص ان دشيت موضوع البزنس، وفعليا الموضوع يعني ضغط 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 علي. طلبيات عندي ما كنت متوقع ان الموضوع بيبلش لي. هي الفكرة بلشت معي ان انا عندي مشكلة بالاكريليك بورينج ماتيريالز. اكريليك بورينج، اوكي خلني بوضح لكم شغل الاكريليك بورينج. طبعا اخوي ايوب عارف. اوكي، اعتقد ان ايوب طلع تقريبا، يمكن النت مو واضح. الاكريليك بورينج، شفت اللوحات هذه كلها؟ هذا يعني يعتبر ضمن فن اسمه الاكريليك بورينج، او بالعربي سكب الاكريليك. تمام، فانا المواد ما احصلها يعني، هو مو بس الوان، هو الوان ومواد ثانيه تضاف مع الالوان عشان تعطيها سمك معين، وعلشان تعطيها تاثير مثل الجل، وما اعرف يعني لها شيء مختلف، مش رسم بالفرشه، شيء مختلف تماما. تمام، فالمواد هذه مو متوفره، فانا قاعد استوردها، يا اما من مثلا اشتري من امازون، اشتري من مواقع ثانيه. فاغلب المواد تجي اما من امريكا او من دول ثانيه، بريطانيا، الهند احيانا. تمام، فهني بلشت انا افكر ليش انا ما اسوي ستور اوفر فيه المواد الفنيه اللي هي متعلقه بالاكريليك بورنج. يعني بدال مثل ما قلت، يعني انا احب اوفر على غيري، يعني ما شرط ان انا نفس ما كنت اقول حق زوز قبل شوي، يوم كنت اقول لك يعني انا مريت بمرحله يمكن متعب الموضوع، وقاعد اعافر واستورد من هني، ومرات يعني الشحنه ما تسوى مثلا علبه الصبغ، ولكن عليها مثلا شحن مبلغ وقدره. فقلت ليش ما انا اوفر هذا الستور، اوفر في قدر المستطاع المواد هذه اللي احنا نستخدمها حق الاكريليك بورينج. ابي اسهل على الناس يعني. أو اوكي حلو تجاره، ولكن في النهايه مش فكره التجاره يعني. انا عندي وظيفتي، انا شغال اتش ار مانجر. تمام، اللي هو مدير موارد بشريه يعني. فمش ماخذها من ناحيه، هو حلو اكيد ان الانسان يزيد فلوس يعني وكذا، ما حد يقول لا يعني. انا اول واحد ما بقول لا، ولكن هو هذا كانت الفكرة. فلما دشينا في الريزن عاد بلشت الحين استورد
الريزن والقوالب والمواد هذه موضوع مو شوية متعب. الطلبيات اللي قاعدة تجي سواء على شغل الريزن الطلب، يعني الشغل نفسه اللي انا اشتغله، او ان المواد الريزن مثل الكريستال، الالوان، الريزن، الشغلات هذه بامانة ما ملحق يعني. فموضوع فيه ضغط كثير يعني. انزين اعرضها ان البيع سوى بزنس، فهذا اللي كنت اتكلم فيه الحين، انه خلاص دشينا البزنس. حتى رحت ان انا افتح عندي سجل تجاري، بس رحت اضيف النشاط ايضا اللي هو اللي يعني يمكنني او يعطيني صلاحية ان انا اقدر ابيع المواد الفنية واللوحات الفنية هذه. لان يعني مثلا اذا نيجي نسافر ومعنا لوحات فنية اصلية مرسومة باليد، عادة ياخذون عليها تأمين وايد غالي. ليش؟ لانها تعتبر ممتلكات فنية، او يعني تعتبر قطع فنية، عشان ممكن تكون قطع اصلية يعني هي مرسومة باليد، بس هي ممكن تكون تهريب او الى اخره. المهم يعني انا اعرف فنان مثلا لما يروح يعرض في امريكا في عمان يقول لي وايد 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 المبالغ تكون كثير ضخمة، لانه يتعاملوا ان هذه قطعة فنية انت بتطلع بيها، فيسوي عليها تأمين كبير عشان يضمنوا انها ترجع. يعني ما يكون مثلا، ما ادري هل هي غسيل اموال، تهريب، يمكن، ما ادري بالضبط. تمام. ف الحين ماشيين في موضوع النشاط التجاري وخلاص منطلقين. شعرك ابيض طبيعي ولا صبغ؟ لا طبيعي، كله ابيض تقريبا، صار لي زمان حتى ما صبغته. انا اليوم بس شفتك وبمرة تابعتك على راسي يا النوش، طبعا اتشرف فيش واتشرف بكل الاخوة، يبين انه طبيعي. يا طبيعي، لما كان طويل كان يفتكرون انه صبغ يعني، حتى كثير كان يعلقوا يقولوا لي حلو الهايلايت اللي انت مسوي، فاي هايلايت يقولوا الابيض، او لانه صاير فضي شوي كذا يعني. جالسة اطقطق في التيك توك، توك شفتك، محلاك محلى محتاج على راسي. يعني انا اكون سعيد اكيد اذا يعجبكم المحتوى اللي انا قاعد اقدمه، الاعمال الفنية، لان انا ادري شوي احنا يعني عندنا في المجتمع يعني ما ذاك الزود يعني، ولكن اكون سعيد كثير لما احصل احد متجاوب، احد حب الاعمال، قاعد يتذوق الفنون. هذا الشيء يعني اكون سعيد، مش مو على احمد المعمري فقط يعني، هو في النهاية الديرة هذه هي محتاجة ان خلنا نقول اشخاص يتذوق الفن، لان لما يكون يعني الشعب في نسبة متذوقة للفن اكيد بيصير في، بيطلع عندنا فنانين، بتطلع عندنا مواهب جديدة، بيصير في عندنا انتاج فني. الانتاج الفني شو بيؤدي؟ بيؤدي الى اثراء الوسط الفني في عمان، وبالتالي بيصير عندنا بيئة، او خلينا نقول وسط فني او خريطة فنية محترمة حق السلطنة. فان شاء الله يا رب. انا سعيدة ان في عمانيين كذا، استمر بالتوفيق، تسلمين يا رب. امعني ولا اي ام 3، لان الثري يستخدم بدل العين. على العموم حيا شاء الله اختي مشرفة، كم عمرك؟ ما شاء الله انا 44، عبالي معلم فنون. لا وين وكيف تعلمت هالشغلات؟ اذا الشخص حابب شغلة بيقدر يتعلمها، والتجارب انا وايد عندي فضول ووايد احب. سمحوا لي لان الكرسي هذا نازل اللي هو مال الاسترخاء، فكل شوي انزل فيه. تمام. اللي حابب شغله يقدر انه يتعلمها، ومثل ما قلت انا وايد احب التجريب، وايد يعني قاعد اخسر يوميا مثلا كميات ريزن غير طبيعيه. هو مساله انه تجريب، احب افهم، احب اجرب، احب ادشش مواد جديده، هذا بالنسبه لي متعه يعني. الله يوفقك. واي كيو دبل ار، تسلمين يا رب اختي على راسي. والله انا كنت حابة اتعلم فن الريزن، لكن الادوات اغلبها صعب الحصول عليها بسبب الطلب من المواقع. اختي الحين عندي على الستور، تو في عندنا موقع فتحناه على الحساب، سوري، اكونت على الانستغرام غير الاكونت الاصلي، اسمه فنون دوت ستور. تمام. بتحصلين فيه الريزن متوفر، مواد متوفرة، ورد المجفف، بعض الالوان، يعني في شغلات متوفرة عندنا. اذا ما بتحصليه دزي لي بس رساله على الخاص، ان شاء الله ذكريني، يقول انا كنت معك في اللايف، ابي اسم الستور، بكتب لك اياه بعد اللايف. تمام. وان شاء الله انك تحصلي شغلات تعجبك يعني. اسمي ايوش مو انوس. انا كنت قلت انوس ولا انوش؟
عيوش. اوكي، يا عشان ما بين الانجليزي والعربي عيوش. لا بس انا قلت انوش او انوس، ما ادري، يمكن. العوم حيا شاء الله يا عايشة. يلا هذا وصلنا الحل الوسط. حاب العمل وايد وايد وايد، اتمنى لو شوية بس اتعلم شوية شوية. ما اختي اول شيء ايش تبي تتعلمين بالضبط؟ يعني ما فهمت عليش. لهذا يعتمد على انت ايش تبي تتعلمينه. قول لي منورة فطوم. اوكي، شو اللي بعد فطوم؟ كبش. لا وضحوا لي الكلمة هذه. على العموم منورة اكيد فاطمة او فطوم، منورة اكيد. شكرا، اسمي فطوم ترى. اي حياة شاء الله اختي. ترسم بورتريه؟ لا بعمري ما حبيته. يمكن مرة رسمت صورة حق السلطان الله يرحمه، حتى موجودة يمكن في أحد الجهات في صحن، لوحة كبيرة كانت مقاس 50 في 70 تقريبا بالأبيض الأسود. ومرة سويت اللوحة، ابتديت لوحة بورتريه لما كنت في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية في مسقط. حد سامع عن الجمعية العمانية للفنون التشكيلية؟ تمام. وتركتها يعني آخر فترة لي في الجمعية، حتى ما كملتها، واللوحة تم تعدها مع كمية لوحات ثانية. يعني تمام أختي، على رأسي أكيد. يعني أستوفي النانا واستخدم أدواتكم هالسوالف. طبعا الموضوع متاح، أكيد أي حد حاب إنه يمارس فن معين، ولكن الموضوع من هني لازم انت يكون عندك الاول شيء حب للموضوع، لازم الموضوع يكون طالع من داخلك. يعني لان الفنون والاداب ما من الامور اللي تعلم. يعني الحين يعني انا لو ما عندي ميول فنية، لو قريت كتب، شفت فيديوهات، حضرت دورات، اوكي راح اتعلم نظريا، لكن يعني من الناحية العملية ما راح، لان ما عندي ميول. نفس الشيء لو انا مثلا ما اكتب، ما عندي ميول للكتابه، يعني لو ما لا قريت، لو ما لا عرفت مثلا النحو ودرست اصول اللغه وخلافه، يعني ما راح يكون الموضوع كثير. فانت هذا لازم يكون شيء نابع من داخلش. اذا نابع من داخلش تمام خلاص، يعني يتروى لي انش جو هيد، يعني انطلق. بعد ليش قاعده تنطرين؟ يعني اي فن تحس وايد تبدع فيه؟ انا الاكريليك بورينج مثلا كثير حابه، اللوحات التجريديه. يعني انا بدايتي كانت تجريدي وسريالي، طبعا اعتبرونا شخبطة يعني بالمختصر المفيد. تمام، او ممكن تكتبون حتى على جوجل، على جوجل سيرش، ممكن تدورون مثلا المدرسة السريالية، او كتبوا مثلا فن السريالي او التجريد، او المدرسة السريالية او التجريدية، بيطلع لكم معلومات على اساس تفهمون شو اللي انا قاعد اتكلم فيه. تمام، فمثل ما قلت لك الاكريليك بورنج انا كثير حابة. طبعا اللوحات التجريدية لان هي يعني الموضوع يكمن انه في بعض الفنون او بعض الشغلات يعني ما محتاجة فن او كثير، او ما محتاجة مهارة كثير، والبعض الاخر يتطلب. يعني مثلا الرسم بالسكين، الرسم بالسكين مش سهل كثير، ويحتاج تمكن، ويحتاج سيطرة على اليد، الاعصاب. خاصة انا مثلا عندي مشكلة ان عندي رشفة في الاعصاب. تمام، يعني الشغلات الدقيقة ما أقدر كثير أسيطر عليها. ف يعني من شغلة لشغلة ممكن تحسينها. حتى في الأكريليك بورينج عندنا بعض التكنيكات سهلة، وبعض التكنيكات صعبة، وبعض التكنيكات جدا معقدة، ويعني ما كل حد يقدر يتقنها، ولازم نجرب مرات مرات لين ما نوصل للنتيجة. يعني الموضوع ترى مو ألوان وتعال كبها على اللوحة وبتطلع عندك، لا هذا كلام فاضي. اللي يقول يعني زمان كان ناس تفكر الطريقة هذه، ان هذا ماسك سطل صبل يمين يسار يمين يسار، طلعت مع لوحة. لا، هو لو ما فنان اصلا متمكن وعارف شلون يستخدم الالوان وقادر يستعامل معها، ما راح تطلع معه لوحة ولا تطلع معه شيء. كيف ممكن يكون الفن انه يوصل رسالة معينة؟ شوفوا بقول لكم شغلة، كثير حكي من اللي احنا نردده هو حكي فاضي. تمام، خلينا نكون واقعيين. الحين لما يطلعوا الفنانين يقولوا مثلا الفن رسالة،
هو ممكن يكون رسالة وممكن يكون مش رسالة، يعني ما كل فنان، أنا الحين ممثل أو مطرب تمام، هم واحد من المطربين أو من الممثلين أو من الرسامين هو عنده رسالة. يعني أنا الحين بدخل مجال التمثيل، أنا عندي رسالة وأبي أوصلها حق الناس. خلينا نكون واقعيين بعد، يعني أعداد، ولما يوصل بعد لدرجة من النضوج الفني تمام، المطربين نفس الشيء، حتى لو تلاحظوا لما يكبرون بالسن شوي يختارونهم مثلا من الأمم المتحدة سفراء للنوايا الحسنة. انزين خلاص وصل مرحلة من النضج معين، صار عاد عنده اهتمامات أخرى، إنه يبي مثلا يؤدي دور في المجتمع تمام. بالنسبة حق الرسم، يعني أنا لو بتكلم عن نفسي الحين، طبعا أكيد من فنان لفنان الموضوع يختلف. شايفين أنتوا لما يكون مثلا على سبيل المثال مجتمع فيه مجموعة من الأميين ومجموعة من المتعلمين، وتحصلوا المتعلمين يبوا يساعدون الناس هذول الأميين، إنه نفسهم يشوفوا كل الناس مثلا تقرأ وتكتب وخلافه، يعني الفن أنا بالنسبة لي يعني كل ما كان الشخص عنده ميول فني، كل ما كان الشخص خلينا نقول قاعد يمارس الفنون هذه يصير عندك رقي شوي، لان انت تصير حساس. لان انا يعني ما اعتقد ان مثلا الفن ينفصل عن الموضوع هذا، الفنان بطبعه لازم، يعني اعتقد هذا يتراوالي، يعني هذا رايي بعد يمكن حد يختلف معي، ولكن اعتقد ان الفنان بطبيعته لازم يكون شخص مرهف المشاعر، شخص حساس، شخص مشاعره متدفقه. الكتابه نفس الشيء، يعني انا عندي ديوان شعر مثلا موجود على الانترنت من 2010 تمام، متى اكتب في حالات معينه، يعني الموضوع يعني انا بالنسبه لي ممكن ناس يسوون كذي ذيك الساعه طلع لك ابيات، لكن لا مو كذي، هي بالنسبه لي القصيده لها مود معين، جو معين، في شيء دافع ان انا مثلا اللي خلاني اكتب القصيده هذه. فالفنان لما يكون مرهف ويكون حساس ومشاعره جياشه، طبيعه الحال بيبلش يتذوق كل شيء حلو في المجتمع تمام. فلما احنا الفنون هذه تنتشر عندنا، يعني انا اقول انا عندي رساله، شو الرساله اللي بتسويها؟ ولا مجرد حكي فاضي؟ انا الرساله اللي عندي اتمنى ان انا انشر الفن هذا، يعني فن الاكريليك بورينج ما منتشر عندنا في الوطن العربي، في الميدل ايست قليل، فنانين قليلين اللي قاعدين يشتغلون، واغلبها محاولات وتجارب، لان احنا في النهايه ما عندنا اكاديميات تدرس فن الاكريليك بورينج. الفن اللي يشتغلونه الاجانب مختلفين واللي يشتغلونه العرب مختلفين، حتى المواد قاعدين يحطون غراء، قاعدين يحطون نشا احيانا مع الالوان، يعني قاعدين اختراعات تمام. فالنتيجة أيضا تكون مختلفة، ناس حتى تحط سيرم زيت الشعر مع الألوان، يعني ما محصل المواد مثل ما قلت اللي أنا قاعد أستوردها من برا هذه تمام. فأنا مثلا هدفي أتمنى أن أنا أنشر فن الأكريليك بورينج أكيد في الوطن العربي، في عمان تحديدا أبي، أتمنى أن ينتشر، أكيد موجودين أشخاص ولكن ما نعرف بعض، يعني أعداد قليلة. كنت اتمنى من زمان من الصغر ان الفن هذا ينتشر، مثل ما قلت كل ما انتشر في المجتمع بيصير عندنا تذوق للفنون، كل ما صار عندنا تذوق للفنون معناته احنا بيصير عندنا نوع من الارتقاء الفكري، احاسيسنا بترتقي ايضا. الحين خلينا نكون واقعيين، واحد يسمع مثلا فيروز، واحد يسمع معلاية او فرقة رباش، اكيد تذكرونها طبعا، اللي انا اعتبرهم يعني فئات، او خلنا نقول مش فئات، هي آفات، يعني هم آفة امراض فنية انا اعتبرهم تمام. قاعدين يلوثون اسماعكم، لان انا مش قادر ان اغلب العمانيين يسمعون الاغاني هذه للاسف، يعني مستوى فني متدني جدا، هذه لا موسيقى ولا كلمات ولا اي شيء، هذا هز من الاخر. على رأي محمد عبد الوهاب، تعرفون حبايبي، تعرفون محمد عبد الوهاب لانكم صغار، محمد عبد الوهاب هذا الملقب بموسيقار الاجيال، يعني هذا اللي يعزول الفضل ان غير الموسيقى العربية الحديثة يعني. تمام. فسألوه زمان قبل لا يموت في لقاء، قالوا له ايش رايك في الاغنية الحديثة؟ قال زمان الاغنية على ايامنا كانت تنسمع بالهذي، الحين تنسمع بالوسط او الخصر، يعني بحكم انه مصري، فقصد ان الحين هي رقص لا اكثر تمام. ف لا ما عليه، يسمعونها واسر وعوائل، وتحصل الام في السياره معها عيالها ومشغله معلايه ومشغله رباش وهالسوالف. فالحين ما عليه اللي يسمع فيروز او يسمع كاظم الساهر على سبيل المثال، اللي يسمع مثلا ماجد الرومي، اللي يسمع مثلا اوبرا، اللي يسمع مثلا سيمفونيات حق موزارت، مثلا حق بيتهوفن،
اللي قاعد يسمع اوبرا، يعني عندك مثلا اصوات مثل سيلين ديون، مثل الناس هذول، يعني هذا الواحد زين يطلع يرتقي. كل ما كان، يعني انا الحين واحد عنده قاعد يربي عياله مثلا على النمط هذا من الميوزك، وواحد قاعد يربي عياله على الاغاني الثانيه، هذا شو بيطلع وهذا شو بيطلع، يعني تذوقه هذا شنو وهذا تذوقه شنو. اقول لك عطنا نصيحه بما ان اعمارنا صغيره شويه. انت كلكم هني من اعمان الموجودين، الاخوات اللي موجودات يعني هني متواجدات، كلكن من عمان ولا في احد من برا عمان غير اختنا السورية؟ عموما اشكرك على تبادل الحديث تسلمين. كنت سعيد وايد انك موجودة معنا اليوم. يتراوح عليك كلكن من عمان، تمام؟ عيل بقول لكم شغله، بما يمكن انت نعمانيات، المجتمع احنا عندنا مش عده مشاكل بالنسبه لي، يعني من وجهه نظري. شغله رئيسيه ان احنا ما نتقبل الاخر، يعني احنا الشخص المختلف عننا ما نتقبله، تمام؟ طبعا حد بيقول لي لا احنا ما عندنا هالموضوع، لا موجود عندنا وبكثره بعد. لان احنا الحين يعني مثلا انت الحين الموجودات لما تشوف ان وحده امانيه طالعه مثلا على اي سوشيال ميديا، اي من التواصل الاجتماعي مثلا غير محجبه، شو يكون رايكم فيها؟ لا اكيد هذه مو عمانيه، وين السلطات؟ وين الادعاء العام؟ طالع هذا شو مسوي؟ مطلع زوجته ما ادري شنو. فاحنا في عمان عندنا طبع للاسف، يعني هذا الطبع ما ادري من متى، بس انا من وقت الدنيا يعني اشوفه، ان حيل نراقب الاخرين. احنا مجتمع متداخل، متزوجين من بعض ونعرف بعض وندش بيوت بعض بكثرة، يمكن تو خفت العمل السالفة هذه يعني. فدوم عندنا ميول ان احنا نشوف الاخر ونراقب الاخر وندقق عليه ونعلق على هو ايش سوى، ايش لبس، ما لبس، ما ادري شنو. هذه الشغلة بصراحة هي اللي جايبتنا للخلف كثير يعني. فعدم تقبل الاخر شو بيخلي، يعني الحين مثلا اللي يعلقوا يقولوا مثلا انت عماني، معقول عماني؟ لهجتك مو عمانية، لبسك مو عماني، شكلك مو عماني. حبايبي فكروا خارج الصندوق، عمان مو انا ولا الثاني ولا الثالث، عمان كل الناس مع بعض. ما كل الناس نفسي، ما كل الناس ياكلون نفسي، ما كل الناس يلبسون نفسي. عندنا في علم في علم المجتمع اكو قاعدة بسيطة يعني تقول ان يصير انه انا اخصص كل ما هو عام، ولكن ما يصير ان انا اعمم كل ما هو خاص. بمعنى يعني الحين لو قلنا مثلا على سبيل المثال ان كل مواطن عماني عنده جواز سفر، تمام؟ فاذا احمد المعماري عماني يعني طبيعي ان عنده جواز سفر، لكن لو جينا قلنا احمد معماري عماني مثلا يستخدم تليفون مثلا معين، ما معناته ان كل العمانيين يستخدمون نفس التليفون، هذا شيء خاص باحمد المعمري فقط، تمام؟ وممكن يشاركوا فيه اشخاص اخرين، فما نقدر نحن نأممه، ولكن العكس لما يكون شيء عام نقدر ان احنا نخصصه يعني، ونقدر نقيس على كذا شغلات كثيرة، تمام؟ فاحنا محتاجين النقطة هذه ان احنا نطلع خارج الصندوق، لما احصل حد مختلف اتقبله، لان دائما لازم تكون كل ما كان عندي بعد فكري، خلينا نقول الادراك عندي، انا اشبهه نفس لما نفر صخره داخل ماي بحيره ولا شيء، تصير دوائر دوائر دوائر. كل ما كانت يعني خلينا نقول المحيط الفكري اوسع، كل ما قدرت ان انا استوعب الاخر. يعني مو معناته ان انا في عمان مثلا انه نمط معين، شكل معين، لبس معين. ادري ان اغلب العمانيين مثلا الاكل بالايد، بس لا، في عمانيين ياكلوا مثلا بقفش، ياكلوا حتى بشوكه وسكينه. فلما اشوف لا 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 اكيد مو عمانيين، لا عمانيين. انت هو في النهايه انت ما عندك حق انك انت تسلب منهم جنسيتهم ووطنيتهم لمجرد انك شايف مختلفين يعني، تمام؟ تشوفوا مثل ما قلنا وحده ما محجبه، لا 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 اكيد مو عمانيه، اكيد متجنسه. ليش يعني؟ ترى هو في النهايه
كل شخص يختار النمط اللي هو يبيه في اللايف ستايل اللي هو يبي يعيشه. تمام، نشوف واحد لابس بنطلون وقميص، لا لا اكيد ما، او نشوف مثلا فيديوهات اكيد هذه الحلو هي عماني، اللي ما حلو عماني. انزين اذا انتم يعني الموضوع يثيركم وايد، ليش ما حد يتكلم على اللي يطلع بوزاره فانيله على الاعلام، يعني على السوشيال ميديا او غيره؟ ليش ما تتكلموا واحد طالع حافي ريوله مطلعها قدام الناس مثلا كانه قاعد في الجبره يبيع خضره يعني؟ ليش ما تتكلمون يا جماعه احنا نبي نتطور، ما نبي نرجع الخلف. انتم جيل شباب قاعدين تتطورون، بس اهم شيء انا بالنسبه لي ما التطور من برا، اهم شيء التطور من داخل. يعني ما المهم ان البنت رايحه دوامها او الشاب رايح دوامه ذاك اللبس وذاك الشيء مكواي ومسوي مرتب والعطر ما ادري شنو، لانه المهم في البيت انت شلون عايش، انت تقعد على غنفه ولا تقعد على الارض؟ يعني انت شنو ميولك يعني بلا صح؟ شلون قاعد تاكل في بيتك؟ تاكل على الارض، تاكل على سفره، تاكلوا بصحن جماعي، تاكلون كل واحد بصحن بايدكم ما بايدكم، تخلص وتمسح في وزارك، تنشف في وزارك مثلا، يعني هذا النمط. فالحين جيل الشباب اللي طالع قاعدين يعني يطورون وقاعدين يغيرون، فهذا اللي احنا نبيه الحين، نبي الاجيال هذه اللي طالعه يعني لا نبي شيء، نبي حركه جديده خلاص. يعني ما يصير انا مثل يدي، او مثل ابوي وابوي مثل يدي، وولدي يصير مثلي، ما يصير. لازم جيل بعد جيل يسلم الثاني. تمام، والمصيبه بعد الثانيه العادات والتقاليد. العادات والتقاليد احنا كل ما نتكلم نقول العادات والتقاليد، العادات والتقاليد. شنو يعني العادات والتقاليد؟ عادة يعني اعتياد، الشخص اعتاد انه يسويها. تقاليد، تقليد ان انا شفت ابوي يسوي شغلة وقلت تنزل خير يا طير، هي شنو نازلة من الله من السماء يعني؟ ابوي يسوي شغلات انا ما سويتها ما اخذها عنه، وبي ولدي بياخذ مني شغلات وشغلات ما بيسويها بيسوي اشياء اخرى، وهكذا. تحصلون في نفس البيت اخوين اثنين تزوجوا وكل واحد طلع في بيت. تمام، مثلا هذا ياكل على الارض وهذا ياكل مثلا على سفره، غير هذا مقتنع يا بيسوي هالنمط، عيال هذا بيطلعوا غير وعيال هذا بيطلعوا غير، ما غيروا في العادات والتقاليد ما حد يعني. ففي النهايه ما نقعد نربط فشلنا او نربط تخلفنا وان احنا عايشين مثل اللي جايين من ورا البعير، نقعد نقول عادات تقاليد. لا حبيبي، احنا نطور ونشوف الناس شلون عايشه، ونشوف المجتمعات الاخرى خلاص. يعني ما المهم انك كنت ماسك لي احدى التليفون وعندك اكونت على تويتر وفيسبوك وانستغرام وما ادري تيك توك، ما باقي شيء ما مسوي عليه اكونت. ما المهم انك لابس لي نظاره براند ما ادري قيمتها 150 ريال وحاطط لي عطر ما ادري شنو من شانيل ولا ما ادري من وين، ما المهم هذا. المهم انك تكون عالك نظيفه وملمعه ومصبوغه، هذا عندي انضف 100 مره، ان تكون ريلك نظيفه بدل ما انت ماشي كانك طالع من مزرعه. وبعدين تيجي تقول لي اي تطور، انت عن شنو تتكلمون يعني؟ الفلوس عمرها ما تصنع حضاره، ما تصنع ثقافه، العقول يا جماعه الخير. فانا نصيحتي لكم اسلوب معلمه ما فهمت، تمام؟ نصيحتي لكم ان نحاول قدر المستطاع كل واحد يشتغل على نفسه، لان هو المجتمع مجموعه اسر، والاسر عباره عن مجموعه افراد. فلو انا والثاني والثالث بدينا بانفسنا يتراوالي شوي شوي بيصير تغيير. كل الدول اللي صار عندهم نهضة مثل أوروبا، يمكن ما أدري إذا درسته، النهضة الأوروبية، يعني لما طلع دانتي وميكيافيلي ومش عارف ليوناردو دافنشي ورافائيل، الناس هذول كلهم كانوا مرفوضين قبل، كانوا أفكارهم غريبة، ولكن بعد شوية أصبحوا هم الأساس الحضارة الغربية يعني. كيف؟ بسم الله، حسيت تقصدني بالحسابات. تمام، فاحنا نحاول ان احنا يعني نترك عننا الامور اللي ترجعنا لورا، ونحاول ان احنا نتطور ايضا. يكون لنا دور في المجتمع. الحين ما يصير ان انا عايش في مجتمع انزين، يعني مثل الموظف اللي يبصم الصبح ويبصم اخر الدوام وما له اي علاقه باي شيء. الموضوع هنا مختلف، ان كل واحد من جانبه شنو قاعدين نغير. انا بسالكم سؤال اللي موجودين وجاوبوني، خليني انا عندي استفتاء حق اقعد اشوف الشخص، انت شخص متخلف ولا انت شخص متحضر؟ تمام، تقطون كشره من السياره وانتم ماشيين، يعني تيشو شغله كذا يصير تسوون تقطونها ولا لا؟ تلبسون حزام الامان ولا لا؟
تتكلمون في التليفون وانت سايقين تستخدمونه، او تفتحونه او اي شيء وانت سايقين تستخدمون التليفون ولا لا؟ يعني توقفون سياريكم في الممنوع ولا لا؟ الدور ما دورك تاخذه ولا لا؟ تستخدمون الاشارة في السواقة يمين ويسار ولا لا؟ لما توقف تكون حريص انك تاخذ الباركن المساحة المخصصة حالك، ولا انه ما مشكلة وقف خلاص واللي يجي بعدي ياكل تبن مالي شغل فيه؟ اختي الواي كيو دبل ار ما فاهم عليه شو سالفة القرون وش سالفة الحسابات واسلوب معلمة، يا ريت توضحي لي، بس ما فاهم بالضبط ايش قاعدة تتكلمي. انزين ف يلا خلينا نشوف آراءكم كذا. اوكي عشان الزقاير نسيت بعدني موضوع الزفر. حيا شالله يا اف اي اي 1 هي رومان، تسلم عزيزي كلك دوب. ما تحصل حد ملتزم بشكل كامل، تقدر تقول اللي نقدر عليه واقدر ابصم لك بالعشر ما حد ملتزم مرة حريص. ما هذه المشكلة، والمشكلة يعني الاجانب مثلا. انا عندي ربعي، يعني انا ما عندي غير فيش واحد عماني، الباقي كلهم اجانب. تمام، مثلا في امريكا يقولوا لي احنا ما كنا شذي، يقولوا احنا طلعت قوانين صارمة، مسألة ربط الحزام وخلافه وخلافه، فلما يقولوا طلعنا احنا لقينا هذا موجود فخلاص صار هذا الطبيعي، يعني هذا القوانين عندنا في امريكا. فمعناته يعني هم ما انولدوا شذي، هم كانوا نفس الشيء، كانت الموضوع عندهم بعد قوانين ما منظمة، ولكن جات فترة طلعوا قوانين نظموا الموضوع هذا. احنا وين عندنا كاميرات اصلا الشرطة تشوف منو رابط حزام، منو يتكلم في التليفون؟ لا، على البركة. هو مثل اللوتري، مثل الحظ، مثل الشخص اللي يروح يشتري رقية. تمام، يا تطلع اللي هو البطيخ ليح يعني، يا تطلع من داخل حمراء يا تطلع بيضاء، هو ونيته يعني. وانت من الف الخير اختي، حياك الله. فبس يعني المفروض يكون كل واحد عنده دور، لان في النهاية هذه ديرتنا، اذا نبيها تتطور بعد لازم. يعني ابسط شيء مثلا لما اروح مثلا هايبر ماركت كارفور على سبيل المثال، احصل مثلا الترولي هذا، انت يعني جبت الترولي ليش ما ترجعه مثلا مكانه؟ يعني شو اللي بيخسر عليك؟ ولكن بعد يعني الشخص ده متخلف، متخلف في النهاية بعد، يعني شو تتوقع منه؟ فدوم انا حتى لما احصل احد يرجع العربه، خاصه اذا عماني، اروح اشكره. يعني كثير تصير حتى يكونوا مستغربين يعني ليش هي تشكره، فاقول له يعني العربه كونك انت رجعتها فهذه يعني مشكور على الشيء هذا، على اساس ما ياخذون فكره انه يقول العمانيين متخلفين. كم واحد لما يشوف مثلا وافدين مثلا، او حد بيمر وهو مثلا ماشي في الباركن مثلا مال هايبر ماركت او اي مكان، يوقف ويطق الاشاره مثلا اللي هي الفلاشر، مثلا الفلاشر ليت، حتى الناس تستغرب يعني، ويحسون كذي يعني بامتنان انه والله شوف هذا عماني وقف لنا كذي. لازم احنا نكون عندنا نمط اللي هو سفير، يعني احنا شاطرين في شو؟ اذا واحد لبس شغله، شوفوا راح يشوه سمعة عمان الفاظ ما ادري كذا. حبيبي انا لا امثل عمان، انا امثل نفسي في هذه الاشياء، انا مش سياسي. علشان مثلا لو انا طلعت مثلا تكلمت في موضوع بتحصل ازمة سياسية ما بين الدول، يعني انا شخص عادي، ولا اني وزير ولا اني اي شيء يعني يحسب، انا شخص عادي. لكن هني عاد انا اكون سفير في هذه الاشياء، ان انا لما اكون اوصل صورة ايجابية عن ديرتي، هذا المهم، ان احنا كل واحد لازم يكون له دور انه
يوصل صورة الديرة، بس توصلها شلون؟ فاقد الشيء يا جماعة لا يعطي، والإناء لا ينضح إلا بما فيه. فالحين أنا دائما أشبهها، يعني إذا أنا مثلا ما أتقن اللغة الإنجليزية بشكل كامل، تمام، شلون أقدر أعلم غير الإنجليزي؟ ما هي ما ينفع، في النهاية لازم أنا أكون أتقن أتحدثها بشكل كامل علشان أقدر أنا أعلمها لشخص آخر. فإذا أنا متخلف بعد شو أوصل صورة متحضرة لها؟ يعني شو هي تتكلم؟ فأول شيء لازم نبلش الحين. عاد أنتو جيل الشباب عليكم دور إن شاء الله لما تتزوجون ويصير عندكم أولاد، بس بعد نفس الشيء نبتدي بنفسنا الحين. إحنا يعني طالما موجودين نحاول قدر المستطاع نغير، نحاول نغير المفاهيم الموجودة. يعني ما لازم نقعد ننتقد بعض على الفاضي والمليان، اللي مثلا وضعها الأسري مثلا ما يسمح لها تحط ميك اب، او ما يسمح لها تلبس لبس معين هي تتمنى تلبسه، ما نقعد ننتقد زميلتنا مثلا في العمل هذا شذي وهذه مطلع شعرها. خلوه تطلع، يعني في النهايه اذا هو اذا بتجونها من الناحيه الدينيه من الناحيه العقائديه، يعني هي حره اذا هي يعني مقتنعه بهذا الشيء. هو في النهايه حد بيحاسب عن حد، فليش انا اصدع راسي واقعد فلان سوى وفلان، اركز على نفسي بدل ما اقعد اقول فلانه سوت وفلان سوى فلان لبس وفلان فسخ. يا جماعه الخير، الوقت هذا اللي انا بقعد افكر فيه في فلان واقعد حارني فلان، اركز فيه على روحي، اشتغل على نفسي، اشتغل على المهارات الذاتيه، المهارات الحياتيه، احاول اخذ مثلا ورك شوبس، احاول ان انا اشتغل على النقاط هذه. يعني فاعتقد لو اشتغلنا على الشغلات هذه بتصير امورنا يعني شويه افضل. يلا هذه هي الحياة، يعني احنا الوضع عندنا بصراحة يعتبر مأساوي. يعني طيب الوقت الحين خلاص تأخر، كنت سعيد جدا أكيد بانضمامكم. مثل ما قلت، أي حد يبي يعرف شيء على الستور، أي حد عنده استفسار أو أي شيء، حياكم الله تقدروا تتواصلوا معي على الخاص. تمام، بكون سعيد كثير. الحمد لله على كل حال، إن شاء الله أشوفكم في الأيام القادمة، تصبحون على خير، أحلام سعيدة، وإن شاء الله الناس اللي عندها دوامات باكر أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد. يلا تصبحون على ألف خير.